شاء الله رب العالمين هنتكلم على واحده من المحاضرات القويه. فصحيح ان انا وعدت حضراتكم ان احنا هنجزاها على مرتين، بس ايفن عن مرتين هي محاضره قويه. المحاضرات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفراكتشر بالفس هي محاضرات فيها صفه يعني مخصوصه بيها، ان هي بتعمل بيلدينج اب اوف نوليدج. بنحط معلومات ونبدا نبني عليها، ونبني عليها بعد كده المحاضره اللي بعدها واللي على بعدها. ما نزهقش النهارده يا جماعه، لو كنا هنبقى في شويه كونسبتس لازم نراجعها مع حضراتكم عشان خاطر نقدر ناخد خطوه لقدام اكتر. وفي نفس الوقت الكلام ده هيبقى تكراره بالنسبه لنا مفيد عشان نهضمه تماما. المانجمنت اوف بلفيك فراكتشر، المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على بعض الحاجات اهمها كونسبت اوف ستابيليتي، ويعني ايه البلفيك فراكتشر ده انستابل، وهل في فرصه او في مجال عندنا في البلفيك فراكتشرز ان احنا نقول نون اوبريتيف تريتمنت. ولو احنا اتكلمنا على النون اوبريتيف تريتمنت، ايه البارامترز اللي احنا لازم نتبعها عشان خاطر نعمل فعلا سكسسفول نون اوبريتيف تريتمنت، وامتى نقرر ان احنا محتاجين لا محتاجين اوبريتيف مانجمنت. النهارده هنبدا من اول قصه الاوبريتيف مانجمنت. الاوبريتيف مانجمنت بالنسبه لنا ما نقدرش نتكلم عليه من غير ما نحط البيزكس اللي احنا اتفقنا عليها. ايه البيزكس دي يا دكتور محمد؟ اول حاجه بلفيك انستابيليتي. ايه البلفيك انستابيليتي؟ احنا اتفقنا ان البلفس ده عباره عن سنجل كونستراكت مكون من عظمتين اسمهم النومينيت بون او بوث ايلياك وينجز مع او بوث هيمي بلفس مع السكرم من ورا، والعظم ده كله ماسك ببعضه في فيري سترونج complex system of ligaments سواء anterior او posterior. وتابعنا مع التجارب اللي عملها اليانج برجاس والتجارب اللي عملها تايل بعد كده الايفكت اللي بتحصل لما نعمل سيفيرنج لايتش جروب اوف ليجامنتس وايه الانستابيليتي اللي بنحصل عليها. جينا بعد كده اختلفنا مع بعض او اتفقنا، قلنا يا جماعه احنا عايزين حاجه نحكم بيها فعلا البلفيك ده او البلفيك انجري دي ستيبل او انستابل. فانا ان في ساينز عندنا ممكن نعرفها من الاكس ريز تقول لنا ان في عندنا سام سورت اوف بلفيك انستابيليتي. كانت اول حاجه فيها الديفورميتي، وبعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها الستريس فيوز، وبعد كده اتكلمنا على الحاجات اللي ممكن تقول لنا ان في بوستيريور سيجمنت انستابيليتي، واهتمينا قوي بموضوع السي تي. واخر حاجه كان في شويه ساينز كده لو شفناها في الاكس راي بتقول لنا ان العيان ده انستابل، زي الابلجم بتاع L5 ترانسفيرس بروسيس، او الابلجم بتاع الديسكال سباين، او الابلجم بتاع الاسكيال تيوبوس. قلنا لو طمنا تماما ان البلفيك ده روتيشنال فيرتيكال ستيبل، كان عندنا فرصه ان احنا نتعامل مع العيان ده كونزرفيتيف. conservatively يعني non operative treatment، بس اشترطنا على حضراتكم بعض الشروط. اشترطنا ان احنا ننفستيجيت العيان ده كويت ويل، ان احنا ما نبخلش عليه ونعمل له سي تي، ان احنا نتابعه مش مجرد بس ان احنا عملنا له اكس راي وعملنا دايجنوزس قلنا ان العيان ده يمشي non operative وبعد كده نسيبه، لازم نتابع تاني باكس راي فولو اب، ولازم ناخد بالنا جدا هل بعد الموبيلايزيشن حصل اي تشينج في النيتشر بتاع الفراكشر ده ولا لا. والمشكله اللي احنا اتفقنا عليها ان الساعات الناس بيوز بتورينا حاجات احنا ما كناش واخدين منها بالنا منها في الانيشال ايمج. المرحله دي احنا دخلنا على الاوبريتيف مانجمنت. الاوبريتيف مانجمنت هنتكلم على اول حاجه الانديكيشن. الانديكيشن بتاعنا في الاوبريتيف مانجمنت كان يا اما في المرحله الاولانيه اللي هي بتاعه الريسستيشن، او في الايرلي ان احنا بنعمل ستابيلايزيشن وفيكسيشن، او في المرحله اللي هي بنسميها الديليد، او اللي هي بيكون في سام سورت اوف بروبلم عملت لنا تاخير للانترفنشن بتاعها. واتفقنا ان في برنسبلز معينه لازم ناخد بالنا منها في الاوبريتيف تريتمنت. اول حاجه ان احنا ما نتغاضاش تماما عن اي مشاكل في البوستيريور رينج ستراكشر. اتفقنا انها المين ستابيلايزر او المين بارت اوف ذا بلفس اللي بيتحمل الستريسز سواء واحنا واقفين او احنا قاعدين. اتكلمنا كمان ان احنا لازم في الاوبريتيف تريتمنت بتاعنا ده يبقى عندنا ايه؟ ان احنا نريستور الاناتومي. مش بس ان احنا نريستور الاناتومي، لا ونكيب الريستوريشن او الفيكسيشن بتاعنا ده ستيبل ثرو اوت الفتره اللي هو هيحصل لنا فيها هيلينج.
كنا بنتكلم على ان البوستيريور رينج مهمه، بس خدنا بالنا برضك ان في شير للانتيريور رينج في الاستابيلايزيشن بتاع الفالفس، وخدنا بالنا من النقطه دي خصوصا في التجارب اللي عملها تايل. ولما يكون عندنا تكنيكس مختلفه هنستخدمها مع بعض، كنا بنفضل نبدا اول بالاوبرتيف مانجمنت وبعد كده نخش في البيركوتينيوس تكنيكس. الاوبرتيف تريتمنت بتاعنا بيخش في ثلاثه ويندوز في التعامل مع العيان اللي معاه بلفيك انجري. من المرحله الاولانيه اللي احنا في ريسستيشن، وعمرك ما تنسى ابدا انك انت تجري على اشعه البلفس وتنسى ان ورا الاشعه دي في عيان. دي نقطه مهمه جدا، اول ما تشوف بلفس يبقى بيزك لايف سايكل. ودي النقطه اللي احنا اتفقنا فيها ان احنا بنعمل الدامج كنترول، وكان في مناقشات كتيره ازاي نعمله. الحاجه الثانيه، انت عيان ستابلايزد وهتبدا تتعامل معاه وهو لسه فريش، فيهوش اي نوع من الفايبروزس او الكالس فورميشن، ودي بنسميها الايرلي ريكونستراكشن. او حضرتك العيان البلفز ده اللي احنا اتفقنا مليون الف مره ان هو عيان عنده مشاكل كتيره، ممكن ما تقدرش تاتاك الفراكشر بتاعته او الانسلت بتاعته في هذه المرحله، وتضطر تتعامل معاها ومع الديفورميتي اللي هي هتبقى موجوده فيها بعد كده. وفي الحاله دي بتشوف ايه البروبلم اللي عند العيان وتعمل السالفج بروسيجر. النهارده كان هيبقى معظم تركيزنا فوكسد على المرحله رقم 2 اللي هي احنا بنتعامل مع فريش بلفيك انجريز. هنبدا ندسكس الحاجات الكونتروفيرشال فيها، ايه الموداليتيز وايه التولز المختلفه اللي احنا محتاجين ان احنا نستعين بيها عشان نتعامل مع هذا العيان، امتى نتعامل معاه وامتى نستنى عليه. النقطه دي مهمه جدا في التعامل مع الفريش بلفيك انجريز. ايه السيركمستانسز اللي ممكن تخلي جراح شايف عيان عنده فراكتشر وما يقدرش يمد ايد عليه؟ الكلام ده في البلبس واضح جدا، لان انت بتتكلم على عيان بولي تروماتايز، بتتكلم على عيان في كاتاتونيك ستيت، بتتكلم على عيان الجنرال كونديشن بتاعته مش سكيور. بس الجنرال كونديشن لا، انت في حاجات لوكال او سيفير بروبلمز ممكن تكون موجوده عندك. انت اتفقنا ان في ليجن بيحصل كده في السكين اسمه موريلا ضيق انسلت او ليجن، ده ممكن يهندر التدخل بتاع حضرتك، وممكن يبقى عام معاه فيري هاي انسيدنس اوف انفكشن. والكلام ده كله ممكن حضرتك تستعين ببعض الانترفنشنز، السيكونس اوف انترفنشنز عشان تعمل ديبرايمنت وريديبرايمنت وسكشن اريجيشن او ايفن حتى سكشن دريننج للمكان ده عشان خاطر يتحسن، تقدر بعد كده تاتاك البروبلم بتاعتك او الديفورميتي بتاعتك. الكلام ده ممكن ياخد من حضرتك وقت ويعطل حضرتك ويدخل حضرتك في مرحله ديليد ريكونستراكشن. بس كده يا جماعه، احنا اتفقنا ان العيانين اللي هم الكومبلكس بلفيك فراكتشر دول بيكون معاهم سوفت تيجو انجري فظيع. تخيل ان هو ممكن يكون معاه المنتري كانال انسلت او ريكتال انجري، وفي الحالات اللي زي كده ساعات بكتير بنضطر ان العيان ده نعمل له انترفنشن تاني خاص بالسيرجري او بالسيرجنز، ان هم يعملوا له دايفرجنت كلاستومي عشان خاطر نحافظ على الفراكشر بتاعنا بعيد عن الانفكشن. وفي الحاله دي يبقى عندك مشاكل في انك انت تاتاك الفراكشر او تديزاين طريقه معينه تعمل بيها ريدكشن والفيكسيشن بتاعك. مش بس ريكتر انجري، حتى البلادر انجريز واليورتر انجريز، الحاجات اللي هي تحتاج انترفنشن ممكن يراكب سوبرابوكسيستوكاس، يعمل دايفرجنت كلاستومي. الكلام ده تدخل حضرتك انك انت تعمل الديفنتيف تريتمنت للعيانين دول. غير كده يا جماعه، العيان احنا اتفقنا انه بولي تروماتايزد، الكلام بيكرر نفسه، الكونسبتس اللي احنا اتفقنا عليها هي ما بتتغيرش. عيان بولي تروماتايزد ده ممكن يكون عنده هيب تروما، ممكن قاعد في الاي سي يو فترات طويله والحاله بتاعته انستيبل، ولما الحاله بتاعته تبقى ستيبل بيبقى الويندو اللي احنا ممكن نتعامل فيه معاه كفريش فراكتشر فالفس بيبقى عدى. وفي الحاله دي برضك تحتاج تتعامل معاه كديليد ديكونستراكشن، وفي الحاله دي بيبقى عندك مشاكل كتيره خالص، منها الكالس والديفورميتي، ومنها الاسيمتريك البلفس اسيمتري، وساعتها الاتاك بتاع البروبلمز اللي بتصادف حضرتك يبقى سو سوفيستيكيتد، محتاج هاي فيري هاي كيرف اوف اكسبيرينس وانسترومنتس وبريباريشنز وتكنيكس معينه عشان خاطر تصل فيه لافضل نتيجه ممكنه تساعد عيانك على ان هو يبقى نيرلي فول فانكشننج او نورمال فانكشن، من غير ما تعمل فيري دراستيك او فيري لارج او فيري هازاردس اوبريشن. بالرغم من كل ده، انت لازم تتعامل مع العيان بردك بالسيم كونسبتس اللي انت المفروض تتعامل فيها لو العيان ده جالك بفريش فراكتشر، على قد ما تقدر. مش كل حاجه هنقدر نحققها،
لازم تاخد بالك قوي ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت البوستيريو ستابيليتي بتاعت البلفس دي تكون انشورد، تافويد طبعا ان اي ري انسلت او انيتروجينيك انسلتس جديده تحصل للعيان ده، سواء عن طريق النيرف انجريز او فاسكولار انجريز او واتس ايفر سوفت تيشو انجري جديده يحصل ياتروجينيك نتيجه العمليه بتاعت حضرتك. والنقطه المهمه الثانيه، ودي نقطه بتبقى فعلا فعلا صعبه، والبلف كوستيوتوميز من الحاجات اللي هي قويه جدا ومعاملات كبيره جدا اللي ممكن تعرض العيان لستريس عالي، انك بتحاول ترجع البلفك سيمتريسي وانس مور. ايه نشوف بالنسبه لنا ان احنا نعمل عمليه للعيان ويجي لنا في الاخر بجود اوت؟ اول حاجه محتاجين ان احنا نكون واخدين بالنا منها كويس قوي قوي قوي، والخطوه دي مش ما نعملهاش باي باسنج بسهوله، هي الاكيوريت ريدكشن. تاني نقطة مهمة جدا جدا انك تعمل للعيان ده فيكسيشن. طب فيكسيشن وبس؟ لا، ستيبل فيكسيشن. ستيبل فيكسيشن يتحمل الاستريسز اللي حضرتك هيبقى العيان ده عليها او الفيكسيشن بتاعك هيبقى عليها بعد العملية. والنقطة التالتة والمهمة جدا 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 جدا، وهي دي النهاردة هتخلينا نفكر بطريقة مختلفة شوية في التعامل مع العيانين الفراكتشر بلفس، وبتخلي القصة يعني برضك بعض الزملاء كده كانوا بندردش سوا مع بعض وبيقولوا لي احنا نفسنا نتفرج على ايني انجوينال ابروتش، وده وان اوف ذا كلاسيك ابروتشز بالنسبة لأي حد بيشتغل بلفس واستابيلم. بس المشكلة ان احنا اليومين دولت بقى ان احنا استخدمنا للكلاسيكال ايني انجوينال ابروتش قل قوي نتيجة الادفانسز اللي حصلت كتيرة قوي في الابروتشز الليميتد اوبن والتكنيكس الباركوتينيوس، لدرجه انك انت بتستخدم الانجوينال ابروتش ده بقى في حالات محدده جدا 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 وحالات معينه جدا وفاترن اوف فراكتشرز اللي هي غالبا بتكون ديليد او زي ما قلنا لحضراتكم ان هو عنده مشكله ثانيه خلت الانترفيرنس متاخر. ازاي يا جماعه نوصل للثلاث حاجات اللي اتفقنا عليهم دي؟ مستحيل نوصل للكلام ده كله الا لو احنا تعبنا واستحملنا الكام توك اللي فاتوا دولت وفهمنا المود اوف تروما، الفيلوسيتي اوف ذا تروما اللي عملت لنا هذا الفراكتشر، وبالتالي فهمنا ايه شكل الفراكتشر ده وايه طبيعه الفراكتشر ده وايه التروما اللي سببته وايه الديفورميتي او الديسبيسمنت اللي عندنا عشان نقدر نعمل له ريدكشن، ونثبت فين وانهي جزء عليه ستريسز اكتر وانهي جزء الانستابيليتي بتاعته هتكون كروشال اكتر، بحيث ان احنا نقدر نسكيور المكان ده بطريقه كويسه جدا. وده الاساس يا جماعه في كل الدسكشنز وكل الستاديز اللي اتعملت والموداليتيز والفيكسيشن اللي عماله تتطور يوم عن يوم، ان احنا نفهم الباترن اوف فراكتشر اللي موجود عندنا ونفهم علاقته بالانستابيليتي ونفهم علاقته بالتروما اللي سببته ونفهم علاقته في الديفورميتي اللي حصلت بالنسبه لنا، وبالتالي نقدر نعكس الكلام ده كله ونحصل على الريدكشن و نعمل فيكسيشن يكون فعلا سكيورنج للانستابيليتي اللي موجوده عندنا دي ويدينا فعلا جود اوت. اول نقطه واهم نقطه من النقاط اللي احنا يا جماعه بقينا اليومين دولت بنعيد ونزيد فيها كتير جدا جدا لاهميتها، تجنب المفاجات او احترس للمفاجات او تحضر للمفاجات، حاجه اسمها البري اوبراتيف بلان. مفيش عمليه يا جماعه النهارده بنتكلم فيها غير لما نتكلم على البري اوبراتيف بلان. مهم جدا وبيعمل لنا خناقات كتيره جدا جدا مع ايه ما بين السينيورز والجينيورز. يا جماعه انت حضرت كذا؟ لا ما حضرتش كذا. انت عملت كذا؟ هو كل حاله مش عارف ايه هنعمل لها كذا. هو انت عايز كل العمليات تبقى متحضره جنبك؟ لا يا جماعه احنا لازم ناخد بالنا في حاجات بالنسبه لنا في الفراكتشر بلفس واستابلم احنا محتاجينها انها تكون جنبنا موجوده على طول، لان ده هيفرق معانا في العمليه اللي احنا هنعملها وبالتالي في الاوتكم اللي العيان هيطلع. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها مهمه جدا في بري اوبريتيف بلاننج، حاجه ما نقدرش نتغاضى عنها تماما، ايه هي؟ البيشنت هيم سيلف، البيشنت ريليتد فاكتور، السيرجيكال كونديشن بتاعه. هل يا جماعه احنا لسه من ايه من دقيقتين اتكلمنا عن حاجات ممكن ما تخليناش نعمل له ابروتش، ما تخليناش نقدر نفاشن الايه التريتمنت بتاعنا او ما نقدرش نعمل التريتمنت بتاعتنا، السكين كونديشن، الاوبن وونز، الكولاستومي، السوبرابيوكسيستوكات، الحاجات دي كلها، الاوبن وونز، المولارلا فالي اللي احنا شفناها بكذا سلايد اهي دلوقتي، ممكن دي تغير الديسيجن بتاعك، تغير البلان بتاعتك كلها وتخليك تستخدم انسترومنتس وامبلانتس مختلفه تماما عن اللي انت محضرها على ترابيزه العمليات. ما
مش بس كده، انت يا جماعه ممكن تحتاج تخصصات مختلفه، انت ممكن تحتاج جنبك يكون في انترنست، ممكن جنبك يكون في بلاستيك سيرجنز، مش بس بلاستيك يورولوجيست، وايفن حتى التخصصات الثانيه اللي حضراتكم عارفينها كلها ممكن نستعين بيها في خلال التعامل مع البولي تروماتايز بيشنت. كمان النقطه الثانيه برضك الاسوشيتد انجريز، العيان ده عامل كولوستومي، عامل سيتروبيك سيستوكات، عامل ايه بالظبط، عامل عيانين الفيميلز في اي مشاكل في البرينيوم، الكلام ده كله مهم بالنسبه لنا جدا واحنا بنعمل بري اوبريتيف بلاننج بتاع العيان. يعني ممكن نقرا من المرات مثلا نخش واحنا عايزين نعمل انترنال فيكسيشن للعيان الفلاني الفلاني، وقعدنا نخطط ونعمل نحضر امبلانس والحاجات دي نحضرها واذن شراء مخصوص والكلام الحلو ده كله، ونخش وفاجأ ان العيان ما شاء الله ما شاء الله عنده بيت سور قد عين الشمس. طبعا كل اللي في بالك وكل اللي في دماغك خلاص مش صحيح ومش هتقدر تنفذه، وفي الحالة دي العيان بتاعك ده انت محتاج تساعده بس بطريقة تانية، ممكن هستخدم some sort of external fixation، ممكن تأدوبت some percutaneous techniques اللي هي ممكن تحتاج implants مختلفة خالص 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 عن اللي حضرتك محضرها للعيان. فالpatient related factors دي حاجة ما ينفعش ان احنا نتغاضى عنها، ما ينفعش ان احنا نقول احنا نخش نعمل العيان الفلاني الفلاني واحنا ما عملنا لهوش examination. لا، لازم نقطة مهمة جدا، ما ينفعش ان احنا نريبورت مثلا واحنا بنبلغ عن عيان فلاني الفلاني ان العيان ده عامل exploratory abdominal incision واحنا مش يعني مش عارفين يا جماعة العيان ده مثلا او الفيميل دي فعلا real scenario، الفيميل كان pregnant 8 weeks 8 month sorry وحصل ستيل بيرث وهم فتحوا سيزاريان ابروتش عشان خاطر يطلعوا الديد فيتس وهي عندها فراكتشر بلفس من التروما. حضراتكم عيان يعني عنده مشاكل كتيره جدا جدا جدا، هل الوضع ده بالنسبه لنا هيفرق في الديسيجن بتاعنا، هيفرق في الابروتش اللي احنا هنعمله، هيفرق احنا هنفكر في الفيكسيشن ازاي وهندرس الفراكتشر ازاي؟ اكيد طبعا هيفرق، وهيحتاج استعدادات خاصه من حضراتكم عشان خاطر نصل بالعيان فعلا لبره. امتى نعمل له عمليه؟ العيان ده النهارده اتخبط، امتى نعمل له العمليه؟ ايه البست سيناريو او البست ويندو اللي ممكن حضرتك تشوف العيان البلبس تبدا تفاشل ان هو يعمل عمليه كبيره محترمه عشان خاطر توصل فيه بالديفتن تريتمنت بتاعتك للبيتر اوت كام؟ جماعه لازم ناخد بالنا ان البست ريدكشن بيبقى في الايرلي بيريد اوف تايم، يعني في خلال 24 ساعه 48 ساعه الدنيا بتبقى فريش وجميله ولطيفه والهيماتومز بتبقى يعني اتكونت وفي نفس الوقت ما حصلهاش اورجانيزيشن فايبروزس وكالس لسه ما بقاش بكميه كبيره او بصعوبه تقدر تتحكم فيه، وبالتالي ده هيساعدك كتير على الحاجات الليمتد اوبن ابروتشز والبيركوتينيوس ابروتشز والنتائج بتاعتك تبقى الطف. واحنا اتفقنا ان وان اوف ذا جولز ان انت بتعمل ليس هارم للعيان، وبالتالي الليمتد ابروتشز نوت ماتش مور بيتر بريفيرد عن الاكستنسيف ابروتشز. في حاجه ثانيه خليك تفكر فيها برضك، ان العيان انت مش هتبقى مطمن قوي ان هو ما عندهوش اني انسنس ثانيه، مثلا انت شاكك ان هو يبقى بوست كونكشن، شاكك ان هو يبقى عنده سام شورت اوف تروما ثاني او سام شورت اوف انسلت في مكان ثاني، او العيان مش فولي ريسستيتد، او العيان هايبوكلامك، او العيان عنده سام شورت اوف ديستربنس في الفيرست 24 اورز. العيان بيبقى لسه طبعا متعرض لحادثه قويه والكاتابوليزم والمشاكل اللي بتحصل له بتاعت البالانس والكلام ده كله في خلال اول 24 ساعه، ما اظنش ان هو هيبقى من الحكمه ان احنا نتعامل مع هذا العيان في هذه الفتره. النقطه الثالثه والمهمه ان احنا لازم برضك نبقى اوير بيها، ان في حاجه اسمها سكند هيت في البولي تروماتايز بيشنت، ودي نتيجه اكيوميليشن ميتابولايتس والكاتابوليزم اللي موجود ان هو بيخش في ستريس ثاني، وده بيحصل في خلال 2 لـ5 ايام. فالويندو بتاعنا ان احنا نتعامل فيه مع عيان البلفس حتى في الفتره اللي هي بتاعت اول اسبوع دي بتبقى ماتش مور سيفر، والعيان ستابلايزد اكتر وانت مستريح اكتر وانت بتتعامل مع هذا العيان ومش قلقان من المشاكل اللي ممكن تحصل له نتيجه اصابات اخرى او سيستمز اخرى. يبقى التايمنج مهم بالنسبه لنا، ما بنفضلش في اول 24 ساعه، ممكن في خلال يومين او في خلال 5 ايام يبقى ماتش مور. الانترا اوبراتيف ايمج مهم جدا يا جماعه، عشان فعلا نعمل العيان حاجه كويسه. البلفس ده مش حاجه بسيطه، الاناتومي بتاعه لازم يبقى مفهوم كويس قوي، الدايمنشنز بتاعته، البيركوتينيوس تكنيكس، الكلام ده كله محتاج ايمج، مش اي ايمج، لازم يكون ايمج كويس جدا، ايمج الكلاريتي بتاعت الصوره اللي هو هيطلعها كويسه.
الايمجز القديمه او الايمجز الصوره فيها مش واضحه بتعرض حضراتكم لاكسبوجر عالي جدا من الراديولوجي، وفي الاخر حضرتك بتحتاج تصور صوره واثنين وعشرة وخمسة عشان تصل لمعلومه قد تكون شاكك فيها في الصوره اللي ظاهره قدامك ومش متاكد انت حاطط الحاجه بتاعتك فيه. النقطه الثانيه ان انت ممكن الايمج اللي بيجي لك صوره مضلله ده بيخلي حضرتك تعمل انسلتس او يتروجينيك بروبلمز انت في غنى تماما عنها. الايمج ده حاجه مهمه جدا جدا، وعشان خاطر نقدر نصور بالايمج حاجه مهمه جدا لازم ندرب الايمج على العيان وهيكون عندنا ريديو لوسن تيبل. للاسف هذه النعمه مش متوفره عندنا في كل المستشفيات، حتى المستشفيات اللي بنشتغل فيها بالوس استابلم فبنضطر لبعض التكنيكس والحاجات اللي احنا نتغاضى فيها على ريديو لوسن تيبل لانها فعلا الترابيزه غاليه حقيقي، فبنستخدم حاجه اسمها اكستنشن تيبلز، بنستخدم حاجه اسمها يعني حاجات تانية كده ان احنا بنحاول ان احنا نبايباس موضوع الراديو لوسنسي بتاع الايه ترابيزه العمليات. بس يا جماعه نقطه مهمه جدا، واتس ايفر التكنيك اللي حضرتك هتادوب جرب تصور بالايمج قبل ما تدراب العيان، قبل ما تبوزيشن العيان، عشان خاطر حضرتك في مشاكل بتحصل لنا واحنا بقى شغالين نفسنا احنا مش شايفين حاجه نتيجه في البار الفلاني وفي الراديو اوبيك بارت الفلاني، فبالتالي انت مش عارف تاخد اللقطه اللي حضرتك هتشتغل عليها. النقطة المهمة اللي دردشنا فيها ان انت عايز فلوروسكوبي، فلوروسكوبي محترم هاي كواليتي فلوروسكوبي. طيب بس وخلاص؟ لا طبعا، المان باور الناس اللي هتشتغل على الجهاز ده هتعمل بيه ايه؟ كتير جدا بيكون معانا انتريند تكنيشن ياه بيطلع عينك، لا طبعا خليك تعرض اشعة كتير جدا وانت في الاخر خالص مش عارف تاخد البيو اللي انت عايزه، مش عارف تلقط الصورة اللي انت عايزها، او يدي لك صوره عتمه كده وانت حضرتك مش شايف حاجه، تحط المسمار في اي مكان تواجه بعد كده بوست اوبرتيف اكس راي عجب العجاب. فمهم جدا التكنيشن يبقى فاهم، ومهم جدا الجراح يبقى عارف هو عايز ايه. يعني مثلا بتشتغل تكنيك معين محتاج فيو معين، زي ما هنتكلم شويه كده على البيركوتينيوس سكروز احنا محتاجين فيو معين، يا احنا محتاجين ايه؟ اوتلت. محتاجين انلت. يعني ايه اوتلت؟ يعني ايه انلت؟ ازاي اعمله بالايمج؟ لا ده انت في الحته دي عشان تحط المسمار الفلاني ده انت محتاج اوبتيوريتور انلت. لا اوبتيوريتور ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه القصه دي ويتعمل ازاي ويتظبط ازاي؟ لا لازم حضرتك طبعا تبقى فاهم. طب انا عايز احكم المسمار ده بريتشنج الانر كورتكس اعمل انهي فيو؟ انا هقول للتكنيشن ايه؟ لازم انا شخصيا ابقى فاهم، ولازم التكنيشن لما اديله الاوردر يبقى عارف هيعمل اوردر ازاي. مش عيب ابدا نهائي ان حضرتك تقف مع التكنيشن قبل العمليه، قبل ما العيان يبقى دراب، قبل ما العيان يبقى بوزيشن، تقول له حضرتك انا محتاج الفيوز الفلانيه، الفيو الفلاني بتعمل كذا، هنعمل الايمج كذا، حضرتك ممكن تستخدم حتى البلاستر ستريبس تحطها على الارض تعلم المكان اللي هتتحرك فيه بايمج في الداخل والخارج، ده هيوفر عليك كتير الاكسبوجر وهيساعدك مع التكنيشن بتاعك ان هو انت هتحرك على البلاستر ستريب دي وهتتحرك في المكان الفلاني، تخش في المكان الفلاني، حط الايمج بالطريقه ده، هتلت الايمج بالديجريز دي، هتلت تروتيت الايمج بالديجريز دي عشان تديني الفيو ده، عشان خاطر هو ده اللي انا هشتغل عليه في العمليه. وبعدين هنلف الايمج برضك لازم تحدد له هو حضرتك هيحرك الايمج بتاع السي ارم ده هيحدده من انهي سايد، عشان خاطر حضرتك هتبقى الوركينج سايد بتاعتك فين. الكلام ده كله لازم يبقى متحضر في بدايه العمليه، ووفر عليك خطوات كتيره جدا ومتاعب غير مش بسيطه، وممكن تتشاهى حضرتك وانت شغال في العمليه نفسها، ويوفر عليك وقت طبعا واكسبوجر ملهوش حدود. جماعه مهم جدا جدا نبقى فاهمين احنا ازاي هنتعامل مع العيان ده، فبالتالي نحضر له ايه؟ وازاي هنعمل ريدكشن؟ ايه الحاجات اللي ممكن تحقق لحضرتك الريدكشن؟ تراكشن طبعا احنا كلنا عارفين سكين تراكشن، سكين تراكشن، ندراب الليم فري ونجيب حد من الجينيور الستاف اللي معانا نقوم معلقينه في الرجل والحاجات دي كلها. بس هو ده الفرصه الوحيده ان انت تحقق للعيان ايه الريدكشن بتاعه؟ لا حضرتك بنستخدم حاجات ثانيه صم انسترومنت زي البلاد بلفت مانيبيوليتور او الفيمرال ديستراكتور. ولو يعني حضراتكم يعني تركزوا معايا في الصوره دي، ده شكل الفيمرال ديستراكتور اهو، ده شكل الفيمرال ديستراكتور زي ما حضراتكم شايفين قدامنا هنا كده. بصوا حضراتكم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ بارل. البارل ده حضرتك ممكن تحطه على الشانز، وبارل تاني اهو على الشانز. البارل ده يا جماعه لو حضراتكم تركزوا بيتحرك على جوينت هنا، والجوينت ده بيتحرك على جوينت هنا، والناحيه الثانيه ده بيتحرك على جوينت هنا، وما بين الاثنين جوينتس دي بار. البار ده حضراتكم زي ما حضراتكم شايفينه كده مليان ايه؟ ثريدز، والثريدز دي ممكن تبقى سكيورد بالايه؟ بالبولتس دي.
يعني بولس دي بتلف، وده ده انسترومنت او حاجه زي الايه زي التشاك كده بيحرك البولس دي بحيث ان هو يحطه في وضع معين ويبقى ثابت، ثابت على عيان، ثابت ما بيتحركش. بس حضرتك ممكن تدستراكت بيه زي ما حضرتك تحب اندايركت عن طريق الايه البنز اللي هم حضرتك بتنسيرت في اماكن معينه في البلفز. غالبا احنا بنحط مثلا في الايه في الحتت اللي فيها بلفك كورتيكال كوندنسيشنز زي مثلا انتيريور انفيريور ايليك سباين، زي الوايد سبارت في الايليك كراست، في الاماكن دي وبنبدا نحرك ايه نعمل المانيبيوليشن ونستخدم الديستراكتور ده عشان يكيب المانيبيوليشن بتاعتنا لغايه ما نعمل الديفينيتيف فيكسيشن اللي احنا محتاجينه. طيب في ايه تاني يا جماعه غير الايه الفيمر ديستراكتور ده او البلفيك مانيبيوليتور؟ ياه ده احنا عندنا مجموعه من الالات لطيفه جدا، وكل مثلا لما تيجي تشتغل بلفس واستابلم يبقى نفسك تعرف ايه الالات دي. بصوا يا جماعه الالات دي بنفتح علبه البلفز بنشوفها قدامنا بس احنا مش عارفين ايه الالات دي. الالات دي بمنتهى البساطه دي مجموعه انسترومنتس وكلامبس وفورسبس عشان الديفرنت فراكتشر باترنز، عشان الكونفيجريشن بتاع البلفز ده مش زي ما احنا متوقعين عظمه سلندر وخلاص، لا احنا قعدنا تعبنا نفسنا واستحملنا المحاضرات اللي فاتت عشان خاطر نعرف الاناتومي بتاع البلفز. فالاناتومي بتاع البلفز از كومبلكس، وبالتالي لما بيحصل فيه فراكتشر الفراكتشر باترن بتاعه بيبقى شكله مختلف. انت علشان اي نوع من الفراكتشر باترنز اي مكان حضرتك محتاج تعمل له ريدكشن وانت فاتح ابروتش، احنا زي ما اتفقنا ليميتد ابروتش، تقدر تستخدم الاله المناسبه اللي تعمل ريدكشن وتحافظ على الريدكشن لغايه ما حضرتك تعمل الديفينيت فيكسيشن اللي حضرتك عايز تعمله. طبعا دي مجموعه الماتا ريدكشن فورسز، ويبقوا في نوع منهم شورت لونج، في واحد لونج لونج، وفي واحد منهم بيبقى في حاجه اسمها الكوادريلاترال بليت بوشر، بيبقى ما بيتحط كده على واحد من الليمس بتوع الفورسبس دول. وده لو ممكن نكبر الصوره شويه، وده يا جماعه آلة مهمه جدا كلنا بنتعرض لها لما نيجي بنشتغل لما نيجي بنشتغل البلفس واستابلم، اسمها اليانج بلوف فورسبس. كبروا حضراتكم تاني. هو ده يا جماعه عباره عن آلة، الحته دي فيها هولو والحته دي فيها هول، وبنستخدم مسمارين نحطهم في مكانين مختلفين على الفراكتشر سيرفيس، واحد في سايد والثاني كونترالاترا سايد، ونحط الاله دي ونبدا حضراتكم نعمل بيها مانيبيوليشن على الايه الفراكتشر لغايه ما نوصل للريدكشن بوزيشن بتاعنا، ونكيب الاله دي زي ما حضراتكم شايفين النوت دي كده بتكيب الريدكشن فورسبس ده او اليانج بلوف فورسبس على الوضع اللي وصل ليه لغايه ما نعمل الديفنت فيكسيشن بتاعي. تمام. طيب ايه تاني من الالات اللي حضراتكم شايفينها؟ في اله مهمه تانية قدامنا اهي هنشوفها حضراتكم دلوقتي، هكبرها لحضراتكم. الاله دي برضه دي من الالات اللي حضراتكم بتشوفوها، اسمها ايه؟ اسمها الفارابوف. دي برضك شايفين الاتجاه بقى الهولز مختلفة هنا، واخدين بال حضراتكم؟ برضك بنحط مسمارين في الايه كل ناحية من ناحية الكسر، ونبدأ نعمل لها مانيبيوليشن ونكيبت بالآلة دي. فدي تساعدنا كتير في الايه في الحالات اللي فيها كسور في الفالف، مش قادرين نكنترول قوي الفراكتشر بورتس، لان يا اما هي ديب يا اما هي مالتيبل، فبنبدأ نستخدم الآلات المختلفة زي ما حضراتكم شايفين عشان خاطر نحط الكسر بتاعنا في وضعية مظبوطة. زي ما ممكن نشوف نكبر الصوره دي كده نشوف هو استخدم الاله بتاعتنا اللي هي الفارابوف ازاي عشان خاطر يعمل ريدكشن، حط مسمار هنا وحط مسمار هنا وبدا يمانيبيوليت بالاله دي لغايه ما جاب الفراكتشر انس اللي زي حضراتكم شايفين محطوط عليها الايه الخط الاحمر ده، جابهم جنب بعض، ومش بس كده حافظ على الوضعيه دي لغايه ما جاب البليت المخصوصه دي ريكومبليت وحطها وثبتها في المكان ده وحافظ على الفراكتشر ريديوست في مكان. زي ما شفتوا حضراتكم برضك نفس الاله دي اللي هي الفارابوف استخدمها ان هو يكيب الفراكتشر بارت دي، بس استخدمها كده بقى زي فورسبس كده، وراح ماسك زي كلامب كده راح ماسك الفراكتشر بارت ده في مكانه لغايه ما يعمل الديفينيت فيكسيشن بتاعته. وده عادي جدا، ده الفالر فورسبس او السبانيش او البوينتد ريدكشن فورسبس، لارج بوينت فراكشر فورسبس برضك نقدر نستخدمه عشان خاطر نرجع الفراكشر انس توورز ايتش اس. طبعا لما حضراتكم تشوف الكومبلكستي بتاعه الفراكشر بلفس بتبقى متخيل ان ايه، لا احنا مش ايه ليه كل الالات دي؟ لا يا جماعه لا، تخيل فعلا محتاجين كل الالات دي،
كل الالات دي بنستعين بيها واحنا بنحاول نعمل الجولز بتاعتنا في الايه في التعامل مع الفراكتشر بلفس. ايه الجولز بتاعتنا؟ احنا عايزين اناتوميكال ريدكشن، عايزين نريدوس الجوينتس في اتس بليس، وعايزين نعمل ساوند ستابيلايزيشن، وعشان نصل بالعيان بعد كده للفانكشن بتاعه الويل فانكشنينج ايه بيشنت. بس التولز لا، ده احنا عايزين سبيشال امبلانتس. يا سبيشال امبلانتس ليه؟ هو فرق البلفس ايه عن الباقي؟ لا ده فيري ديب ستراكشر. لا مش فيري ديب ستراكشر، ده في كوندنسيشن من البون محترمه جدا، ده في جزء اجزاء من البلفس فيري دي مش توصلها بسهوله. يبقى احنا محتاجين سبيشال امبلانتس ومحتاجين سبيشال انسترومنتس. سبيشال امبلانتس زي الاكسترا لونج سكروز. طب اكسترا لونج سكروز ما سمعتوش يا جماعه ان حاجه اسمها دريل بيت خاصه بالاستابلم؟ اه طبعا في دريل بيتس خاصه بالاستاب، وفي في لا ده كمان ايه ده، جميع الالات بتاعتنا بتبقى الات مختلفه شويه عن البيزك سيتس اللي هي السمول واللارج فراجمنت بيزك سيتس. ليه؟ لان احنا محتاجين الات طويله نقدر نوصل فيها لديبر ستراكشرز. يبقى احنا محتاجين سبيشال امبلانتس وسبيشال انسترومنتس زي الاكسترا لونج سكروز، الاكسترا لونج دريل بيتس، بالاكسترا لونج تاب، بكل الانواع الالات اللي احنا محتاجينها الحاجات نستخدمها في ديبر ستراكشر. بس كده كونفنشنال لا، محتاجين كانيوليت سكروز. ويا على خناقات الكانيوليت سكروز يا جماعه، في حاجه اسمها كانيوليت فولي ثريد سكروز، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا ان الكانسلس سكروز فيها بارشل ثريدز فيها فولي ثريدد. طبعا كانيوليت سكروز زي الكانسلس سكروز العاديه بس كانيوليتد، فيها ال 13 ملم ثريد، فيها 16 ملم ثريدز، وفيها 32 ملم ثريدز، وفيها الفولي ثريدد. والفولي ثريدد ده مهم، هنعرف كمان شويه ازاي البارامتر بتاع الفولي ثريدد ده ليه معنى او باستخدامه بيبقى سبيشال ومهم بالنسبه لنا في الفراكتشر بلفس. غير السكروز يا جماعه، هل احنا بنستخدم شرايح حديه؟ لا، احنا بنستخدم ريكومبليتس. اشمعنى ريكومبليتس؟ يعني عشان خاطر تقدر تعمل بيها كونتورنج، ثرا كونتورنج للفراكتشر بتاعك والسيرفيس بتاعك بتاع البلفس، عشان خاطر تكيب الفراكتشر انس ايه في الاناتوميكال بوزيشن. وبالتالي ازاي هتعمل لهم كونتورنج؟ انت محتاج سبيشال انسترومنتس يا جماعه. تنيات البلفس بتحتاج انك تثني بيها الشرايح في كل الاتجاهات. ما يا جماعه ساعات نلاقي كده مثلا ايه واحنا بنحضر الالات بتاعتنا ان احنا ما معناش مثلا فرنش باندر، مش عارفين نقدر نعمل سايد ايه سايد باندنج للشريحه، ان احنا ما معناش الالات العاديه اللي هي بتثني الشريحه في الايه في الاتجاهات العاديه فرنش باندر، او الشريحه التنيات العاديه بتثني الشريحه في الاتجاهات العاديه بتاعتها. لا ده مش بس كده، ده احنا بنستخدم السبيشال انسترومنتس دي عشان نعمل حاجه اسمها تويست، يعني نثني الشريحه زي الهالكس كده. كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لنا جدا واحنا بنتعامل مع الفراكتشر بلبس. الحاجات الثانيه لازم يا جماعه مفيش حياة يتحضر للفراكتشر بلبس غير لما تكون محضر معاك اكسترنال فيكسيتور. ما تنساش يا جماعه ان احنا واحنا بنتكلم زمان قلنا اه مهم جدا بوستيريور ستابيلايزيشن وبوستيريور ريدكشن، بس ما تنساوش ان الانتيريور سيجمنت اد اند سكيور ذا ستابيليتي. طيب ايه تاني؟ لازم يبقى في دماغك كويس قوي 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 الفراكتشر بتاعك شكله ايه وتقدر توصل له ازاي عشان الريدكشن. مش بس الريدكشن، انت ممكن تريدوس الفراكتشر مش عارف تثبته ازاي، تدخل الدريل بيت بتاعتك منين، تعدل ايدك ازاي عشان تحط المسمار. يبقى عشان الريدكشن وعشان خاطر تعمل الاستابيلايزيشن بتاعك لازم تكون اوير وبلاننج كويس قوي قوي ازاي هتصل لهذا الفراكتشر بتاعك وازاي هتعمل له استابيلايزيشن. ممكن ينام سوباين، ممكن ينام برون، ممكن ينام واتس ايفر البوزيشن اللي يسمح لك انك تعمل ابروتش اللي هيقدر يساعدك توصل للفراكتشر بتاعك ده وتعمل له ريدكشن ثم استابيلايزيشن. استابيلايزيشن اي كلام؟ لا، ثارا استابيلايزيشن. استابيلايزيشن يتحمل مع حضرتك الستريسز اللي هتبقى موجوده على البلفز ده ليتر اون، وبالتالي تقدر حضراتكم تبقوا سكيور الفيكسيشن بتاعنا والاستابيلايزيشن بتاعنا بطريقه كويسه تسمح لحضرتك انك تخلي العيان ده ايموبيلايز. في حاجه تانية مهمه، انا ممكن عايز اعمل بوستير ابروتش وعاجبني جدا بوستير ابروتش بستخدمه كتير ومحتاج ان انا استخدمه في الفراكتشر ده، بس حاله العيان نفسه لا تسمح. يعني ايه حاله العيان لا تسمح؟ مثلا عنده سبيراتور ديستريس ما ينفعش ينام برو. يبقى انت في الحاله دي لازم برضك تكون اوير في البوزيشن بتاعك وانت بتفاشن الانسيجن وانت بتفاشن الابروتش، ان انت عارف العيان ده ممكن تحطه في البوزيشن ده ولا لا. حاجه لطيفه جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضرتك من دقيقتين بالظبط، انا عايز اعمل مثلا
عايز اعمل بروسير ابروتش وبعدين جاي ابص على العيان، فابص على الباك اوف ذا بيشنت الاقي البيت صور محترم. لا يعني انت في البوزيشن لازم تراعي برضه كويس قوي ان العيان هينام ازاي، والسكين كونديشن اللي انت هتفتح فيه ده اخباره ايه. لا انا عايز اعمل له مثلا انتيرو ستابيلايزيشن ومجهز الشرايح السبيشالايز بتاعت السنسز فيو بلايت ومجهز كل حاجه والدنيا لطيفه. اجي كده ابص على العيان، يا خساره ده معديين السوبرا بيوبيك سيستوكاست من مكان الانسيجن بتاعي بالظبط. انت لازم برضك تبقى عارف السكين كونديشن بتاعها الابروتش. نيجي بقى للابروتش، ايه الابروتشز يا جماعه اللي ممكن نستعين بيها في التعامل مع الفراكشر بالانس، وهل في طريقه ان احنا نتغاضى عن الاكستنسايل ابروتشز بتاعت زمان بحيث ان احنا نحقق واحده من الحاجات المهمه بتاعتنا في الجولز اوف تريتمنت او في الاوبرتيف تريتمنت بتاعت البيشنتس اللي هم فالفت فراكشر؟ هي دي اللي ايه اللي عايزين نجاوب عليه في خلال المرحله الجايه من ايه سيرجيكال ابروتش اللي ممكن نستعين بيها. طبعا اهم واكثر ابروتش بنستخدمه هو السيرفيزيل ابروتش او الفينيشيل ابروتش او الانتيرو ابروتش. الابروتش ده مهم جدا ليه؟ لان بنستخدمه في كل حاجه احنا محتاجين ان احنا نستخدم فيها الانتيرو ستابيلايزيشن. مشهور جدا، بوبيولر جدا، تقريبا كلنا متعودين على الابروتش ده. بنقدر نعمله، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل سكين انسيجن. يا ريت يا جماعه نتجنب ان احنا نعمل دايركت سكين انسيجن على البوني بونس سيرفيسز بيوبس. براحتكم يا جماعه، انت لازم تعمل تسيب مارجن حوالي مثلا هاف ان انش كده بينك وبين البوني برومينس، وتعمل انسيجن بتاعتك زي السمايلنج فيس سنتر على سيرسس بيوبس، وتبدا تفتح السكين والسابوتينيوس تيشو. هو هل الانسيجن ده كان كده في الاول؟ لا، هو لما اتوصف بانفرا امبلايكال ابروتش، يعني اتوصف بانفرا امبلايكال ايه سكين ابروتش. تمام، زي ما هنشرح كده بعد شويه لما نيجي عند ابروتش مخصوص من الموديفيكيشن. تمام، وتبص قدامك بعد سكين سبوتينيوس تيشو ومسكت الحاجات الفاسلز والتربيوتيز اللي لقيتها قدامك، هتلاقي قدامك ايه الفيشيا، وبعد الفيشيا هتلاقي الانتيريور ريكتس شيز. هتفتح الانتيريور ريكتس شيز هتلاقي قدامك اثنين ريكتس ماسل ما بينهم حاجه اسمها لينيا البا. هتفت اللينيا البا هتلاقي قدامك البوستيريور ريكتس شيز. خلاص تفتح البوستيريور ريكتس شيز بس ويسكوشن وتكتن طبعا الانسيجن بتاع حضرتك، حتى لو اضطريت ان انت تعمل سابوتينيوس ديسكشن شويه للادهرنت بارت اللي موجود انفرا امبلايكا ما بين السابوتينيوس والماسل عشان خاطر تكستند الابروتش بتاعها. تمام، بس وانت بتفتح البوستيريور ريكتس فاشيا تيك كير، انت لازم تكيب اكسترا بروتونيل عشان يا جماعه ما تعملوش انسيجن وفي الاخر خالص تلاقي العيان دخل في مشاكل ثانيه من الاليمنتري كانال. لازم تحافظ ان انت تبقى اكسترا بروتين، تحافظ على البروتين. طيب في نقطه مهمه جدا جدا، ينفع نعمل الابروتش ده والعيان مش متاثر؟ لا ما ينفعش يا جماعه نعمل العيان الابروتش ده والعيان مش متاثر. ليه؟ لان نقطه مهمه جدا لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، ان احنا ورا البيوبيك بون على طول او الكيفس اوف ريسس هيكون موجود عند حضرتك البلاده، والبلاده دي ما ينفعش تبقى فول عشان خاطر اولا حضرتك تقدر تعمل ديسكشن بتاع حضرتك مستريح ما تعملش انسرت البلاده، وفي نفس الوقت البلادر نفسها ما تبقاش اوبسكيورنج عليك الفيلد اللي حضرتك هتستخدمه. العيان لازم يتأثر عشان خاطر تحافظ على امتي بلادر. يبقى دي نقطه مهمه لازم حضراتكم تكونوا اوائر بيها. عملنا الانسيجن، هنشوف قدامنا ايه؟ هنشوف قدامنا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. اول حاجه البوزيشن بتاع العيان، هل البوزيشن فيه نحب بوزيشن معين؟ يا ريت يا جماعه لو نعمل شويه الليتل هيب فليكشن وانترنال روتيشن زي ما حضراتكم استخدمنا البيلو دي عشان خاطر نحافظ على البوستشر اللي انا بقول لحضراتكم عليه، وده هيساعدنا. ده هيساعدنا يا جماعه كويس جدا ان احنا يقلل التنشن بتاع الانتيريور ابدومي ماسل والسوس ماسل، فبالتالي احنا نقدر نعمل الديسكشن بتاعنا واحنا مستريحين مش تحت البريشر بتاع الماسل. النقطه الثانيه زي ما حضراتكم شفتوا كده بعد ما عملنا الديسكشن بتاعنا ممكن نحس البوستير بارت بتاع البيوبس بيوبيك بون، نقدر نحس حتى ايفن الكاتيتر، وبالتالي نتعامل مع اي فراكشر في المكان ده سواء بريدكشن او الفيكسيشن، ونحط ممكن الشرايح بتاعتنا بعد ما نعمل موبيلايزيشن ديتاتش الريكتس، يعني ما تعملش ديتاتش من الريكتر بس عشان ما يخشش العيان في المشاكل بتاعت الويك انتيريو ابدومينال وول والهيرنيز. انت مجرد بس حضرتك بتعمل لها ايه يعني زي سام سورت اوف اليفيشن كده، بتشيلها من على انتيريو سيرفيس وتسيب الانتيريو اتاتشمنت وتسيب السوبيريور اتاتشمنت بس، تحاول حضرتك تدسكتد بحيث تفتح مجال ان حضرتك تحط البليت بتاعتك او الريدكشن تول المختلفه اللي حضرتك هتستخدمها، بس مش انك انت تتاتش الماسل كومبليتلي. ده هيعمل ويكنس محترم في الانتيريو ابدومينال وول ومشاكل الهيرنج جدا بوست اوبريتيف. هل ممكن نعمل الابروتش ده والعيان مركب سوبرا بيوبيك سيستوكاست؟ وهو ده النقطه المهمه جدا جدا جدا
اللي بتعبر على الكوبريشن اللي ما بين الديفرنت تيمز في التفكير وفي المانجمنت وفي البلانز. ممكن تعمل سوبر بيوبيك سيستم كاس، بس هو لازم لما يجي يحط سوبر بيوبيك سيستم كاس يعمل حسابه ان هو يبقى بعيد عن السايت بتاع الانسيجن بتاع حضرتك. ودي مش هيحصل غير لما حضرتك تكون في كوبريشن ما بين الديفرنت تيمز، ودي حاجه جدا جدا اتفقنا عليها من اول لحظه في التعامل مع البلفيك فراكتشرز. زي ما حضراتكم شفت اهو دلوقتي احنا فتحنا سكين سابكوتينيوس تيشو، وصلنا للبيوبيك بون، هي واضحه ايه قدامنا ما شاء الله، وهنا في اي كسر او اي حاجه نقدر نعمل له الريدكشن بتاعنا، و نقدر نفيكس بعد الريدكشن بتاعنا. في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان الابروتش ده بنقدر نستعين بيه في كل حاجه. تخيلوا يا جماعه ان احنا ممكن نستعين كليمتد انتيريور ابروتش، نفتح مثلا لاترال ويندو بتاع ليمت جواينال، ونستخدم الويندو ده مع الويندو الثاني ان احنا نعمل شريحه كامله على الانتيريور كولمن اوف ذا انتيريور كولمن اوف ذا فانس بمجرد تو ويندوز بدل ما نفتح الكونفنشن ان جوه. زياده ان في موديفيكيشن هنتكلم عليها دلوقتي سهلت الامور بالنسبه لنا وفتحت لنا الفيلد كتير في الموداليتيز اوف فيكسيشن المختلفه اللي ممكن تساعدنا في الكومبلكس فراكتشرز خصوصا بتاعت البلفس والاستاب. مش بس كده يا جماعه، الابروتش ده يا جماعه ممكن يسمح لنا بحاجه اسمها البيركوتينيس، مش هنسميها بقى كومبليتلي بيركوتينيس، لا احنا هنفتح ليميتد ابروتش ونستخدم مثلا انتيريور كولوم سكرو. يعني ايه انتيريور كولوم سكرو؟ يعني احنا ممكن نحط انترا بيدالري سكرو في البيوبيك بون من غير ما نحتاج ان احنا نحط شريحه كامله ومسامير من الناحيتين. وفي الحاله دي بنسميها ريترو جريد انتيريور كولوم سكرو او ريترو جريد سكرو. ليه؟ لان هو داخل من ديستال، من الديستال فراجمنت للبروكسيمال فراجمنت، هنمر عليه دلوقتي. من بس الابروتش ده؟ من بس الابروتش. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى هيساعدنا في الليمتد ابروتشز، وهيساعدنا في الايه؟ في الفيكسيشن العادي، وهيساعدنا مع اللاترال ويندو لو احنا عايزين نركب ايه فيكسيشن. بس تيك كير يا جماعه، ساعات كتيره قوي بيكون الايه؟ البون فراكتشر بتاعنا لاترال شويه، فنقول يلا نكستند، نروح يلا شويه لاترال كمان لاترال كمان. بي وير من حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، حاجه اسمها كورونا مورتس. الكورونا مورتس دي بتبقى نوع من الكونكشن اللي بيحصل في الفاسلز ما بين الفاسلز بتاع الاوبتيوريتور فاسلز والاكسترنال ايلياك فاسلز. وساعات الابنورمال اوبتيوريتور بيبقى الكونكشن ده فيري 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 بيج، لدرجه ان هو لو حصل له انجري بيحصل منه زي ما حضراتكم بتلاقوا في بعض الحالات كده سيفير بليدنج، غير عادي غير عادي، لدرجه العيان في ثواني بيخش في هايبوتنسيف كرايسيس، برغم ان هو نقدر نعتبره مثلا تريبيوتري او برانش سايد برانش، بس هو اكشولي لما يكون في عندنا ابنورمال بيتريتور الكورونا موتس بتبقى فعلا كورونا موتس. كورونا يعني زي التاج كده، وموتس يعني تسبب الوفاه نتيجه ان هي بتعمل كونكشن ما بين الاوبتيوريتور ما بين ايه الاكسترنال ايلياك فاسلز. ودي تعتبر من ايه؟ من الحاجات اللي لازم نبقى عارف بيها جدا جدا، ولانها على الانر سيرفيس بتاع البلفيك بريم لازم نعمل لها لاجيشن فيرست قبل ما نعمل لها اكشن، لان هتخش في مشاكل صعبه. في نقطه اخيره احب بس اوضحها لحضراتكم جماعه، ساعات كتير جدا نفتح الفراكتشر بلفز، نفتح الانتيرو ابروتش او نشتير ابروتش ونخش ولا نعمل الليفيشن للريكتس ولا حاجه، اللي هي كومبليتلي ادفانس. نعمل ايه في الحالات اللي زي كده؟ دي هتلاقي الابروتش بالنسبه لك سهل جدا والدنيا واسعه ومفيش اي حاجه ضاغطه عليك، بس تيك كير واهتم كويس جدا 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 انك تعمل لها ترانس اوسيوس ريبير. دونت ليف ات لايك ذات، لازم تعمل لها ترانس اوسيوس ريبير وترجعها في مكانها، لان واحده من العضلات المهمه جدا جدا اللي ممكن اهمالها يسبب لك ويك اتيريو ابدومينال. نيجي بقى لوان اوف ذا موديفيكيشن رائع جدا، انا شخصيا من الناس اللي بقت بتستخدمه بصفه يعني معقوله جدا جدا، وكمان كان اول حد دردشت معاه في الابروتش ده كان الدكتور عبد الله من اسكندريه، ويعني عامل بيبر مخصوص على الشتوب ابروتش او الموديفايد شتوب ابروتش. هو طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الانيشال ابروتش كان جارس اند بيارت اللي عمل الابروتش ده، وكان عامل لونجتيودن انسيجن انفرا امبلايكال، وبعدين بقى ممكن نستخدم الفلشتيل ابروتش اللي هو كيرفد سمايلي فيس ابروتش، برضك بنوصل للريكتس وبنوصل لل الالفا وندسكت الريكتس ونعمل سم سورت بين الديسكشن على الانر سايد بتاع البلفس. تعالوا كده يا جماعه نتفرج مع بعض، نتفرج مع بعض على الابروتش كده.
تعالوا يا جماعة نبص مع بعض كده بهدوء. بنعمل ايه؟ بنعمل الابروتش بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين هنا. بنفتح طبعا، وصلنا للايجا بون، رحنا شلنا السوبيريور اتاتشمنت ومشينا كده مع ليجمنت، وحضر حضراتكم عملنا له ديتاتشمنت وبدانا نرفع الايديو بكتيريا الفاشيه. كل ده يا جماعه لو حضراتكم تاخدوا بالكم، بص بص بص، ايدي سوس جايه لنا من هنا كده ورايحه انتيرو، ايدي سوس جايه لنا من هنا كده، هنا كان مكان ايدي سوس، احنا عملنا لها ايه اليفيشن. وبصوا بقى الايد اللي ورا الايدي سوس، فيمورال نيرف، فيمورال ارتري، فيمورال فين، كل ده ما بيننا وما بينهم الايدي سوس. واخد بال حضراتكم؟ الديفر ده راح صاحبهم ايه، بروكسيمال اند لاترال كده، واخد بال حضراتكم؟ والهومن ده ايه تحت هنا عند البيبيك بون، عمل لهم ريتراكشن واحنا عمالين دكتور محمد. ايوه فندم. ممكن بس البوينتر؟ البوينتر البوينتر مش واضح. وحضرتك بتشرح؟ لا مش واضح. لا مش هقدر اكبر الصوره، هعمل مش مهم البوينتر متهيأليش حد شايفه، مش عارف لو. طيب بص يا جماعه طبعا. هنبدا تاني من ميديا. البوينتر واضح دكتور محمد؟ كده واضح. كده واضح يا فندم. البوينتر واضح. هنبدا من ميديا اهو يا جماعه. هنمشي هنا ندسكت الفيشيا وندسكت الايه؟ اللاكنر ليجمنت، ونبدا نخش ندسكت سابري اوستيال الانر سايد بتاع البلفيك بريك. لو تاخدوا بالكم يا جماعه هنا بيبقى الايليوسوس، الايليوسوس جايه هنا. ايه اللي ورا الايليوسوس ده؟ بصوا يا جماعه معايا، الفيمورال نيرف، فيمورال ارتري، فيمورال فين، from medial to lateral vein artery nerve. تمام؟ والإيليوسوس حمياني هنا ما بيني وما بينها. تمام؟ وانا دسكت بسبر اوستيال على ايه؟ على البريم كله. تمام؟ لا بالعكس، ده انا اخش ممكن ديستال، بس خد بالك هنا عند الاوبتيوريتور حاجه مهمه جدا، ايه الفيسلز دي والنيرفز دي؟ الاوبتيوريتور باندل عباره عن ارتري ونير، سوري ارتري وفين، ووراه النيرف اللي هو الاصفر. تمام؟ يبقى احنا بنحط الريتراكتور ده يحملنا ايه؟ ده الريتراكتور ده محطوط تحت هنا كده عند الاسكيال ايه؟ تيبروزيتي. وهنا قدامنا السياتيك نوتش في الحته دي كده. طب عايزين نشوف احسن من الكلام ده، هنشوف احسن. بصوا لحضراتكم يا جماعه، ده اللي هنشوفه بقى، ده اللي هنخش نشوفه، ده اللي هنخش نشوفه. يبقى ده شكل الديسكشن، ده شكل الديسكشن. ممكن نمشي ورا 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 ندسكت ورا لورا، ناخد الاوبتيوريتور نيرفال فيسل هنا اهو كده، دي ديستال اند ايه اند ميديال، واخد بال حضراتكم؟ ونريتراكت بالايه، بالديفر ده نريتراكت الايه الفاسز والليوسوس التانيين اوتر اند ايه اند لاترال، ونخش البروكسيمال. البروكسيمال شايفين ايه الجوينت ده يا جماعه؟ الجوينت ده ايه؟ ده السيكرو ايليك جوينت. معقوله من فتحه زي دي انا اقدر اوصل للسيكرو ايليك جوينت؟ بس من الانر سايد اوف ذا بلفس. يعني ايه اللي قدامي ده دلوقتي؟ اللي قدامي ده دلوقتي كوادريلاترال بليتس، الميديال بورت او ميديال وول بتاع الاستابل. ايه اللي قدامي دلوقتي؟ ده اللي قدامي اوبتيوريتور فورم. ايه اللي قدامي دلوقتي هنا تحت الاوبتيوريتور فيسلز دي؟ دي السياتيك نوتش. تمام؟ طب وايه ده؟ ده السيكرو ايلياك جوينت. ياه، يعني انا ممكن من ليميتد ابروتش زي ده حضراتكم اصل بروكسيمالي لغايه السيكرو ايلياك؟ طب نشوف ايه البون اللي هيبقى قدامنا او الويندو بقى لو احنا بنتكلم على بون. كل الاحمر ده بالنسبه لك اكسبوزد في الفينشتي في الستوب ابروتش، كل الاحمر ده. يعني انت سام تايبس اوف بوستيريور كولون فراكتشر حضرتك ثبتها من هنا، الانر بارت بتاع البلفيك بريم حضرتك ثبته من هنا، البيوبيك بارت ثبته من هنا. لا يا باشا، ده انت ممكن حضرتك توصل بروكسيمال كمان لغايه السيكرو ايليك جوينت. طب ينفع نخش ميديا عن كده؟ لا خلاص، هيبقى في مشكله بقى، هتقدر تتراكت الباسد والباندل دي اكتر من كده، هيبقى صعب جدا. لا ممكن تبقى انجوريوس ليه؟ للتيشوز دي او السوفت تيشو دي. بس ناخد بالنا يا جماعه، فاكرين ايه الفيسل الصعب اللي بيكونكت ما بين الاوبتيوريتور فيسل والاكسترنال ايليك فيسل؟ فاكرين الكرونومورتس؟ لازم ناخد بالنا لو عايزين ندسكت لاترالي كده، لازم ناخد بالنا لو الفيسل ده موجود نعمل له ايه؟ ليجيشن قبل ما نعمل له ترانس سكشن. وده زي ما اتفقت مع حضراتكم، ده البوني بورت اللي حضرتك هتشوفه لما تعمل الشتوب ابروتش. كل ده حضرتك هتشوفه من النص، من ايه؟ من الشتوب ابروتش. يا جماعه تملي، احنا بنشوف الفراكتشر ثرو ويندو،
يعني مش هنشوف البلفس كده ايه يعني بار كده زي ما حضراتكم شايفين قدامي في الصوره، لا احنا لازم نكسبكت كويس قوي الفراكشر بتاعنا شكله ازاي، ونكسبكت بقيه الاناتوميكال كونفيجريشن بتاعتنا شكلها ازاي، عشان نعرف ان احنا من الحته الاحمر دي نريديوس الفراكشر كويس، ونبقى عارفين الريدكشن بتاعنا ده اكيوريت، وبعد كده نحط الفيكسيشن بتاعنا، نحط شرايح المصانير، عارف اتجاه المصانير هتروح فين، وعارف الاماكن اللي هنا، يعني احنا قلنا دي كوادريلاتر بليد، ما تخليش مصانير هنا تخش جوه الجوينت جوه الاستابلا. طب بقى حضرتك لازم تعرف ان الحته دي كوادريلاتر بليد، عايز تعمل حضرتك فيكسيشن للبوستيريور كولوم، عارف انك انت هتمشي على الايه السايتك باترس عشان خاطر تعمل له فيكسيشن، عشان خاطر يبقى فيه بون حضرتك تقدر تمسك منه في المصامير. فهي ويندو بس حضرتك بتستخدمه زي التلسكوب كده، حضرتك بتتوقع بقى ما وراء هذا الويندو عشان خاطر تعمل الفيكسيشن بتاعك وتسكيور ات وتستابيلايز. زي ما حضراتكم شايفين ادي الشكل كده على ايه الكونفيجريشن على بون، كل الريد مارجن اللي حضراتكم شايفينها دي، كل الريد مارجن اللي حضراتكم شايفينها دي تبقى اكسبوز. لا مش بس كده كمان، ده انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنقدر نوصل بالابروتش ده لغايه السيكرو الى الجوينت، لغايه المكان، لغايه المكان تقدر حضرتك تعمل الفيكسيشن اللي حضرتك عايز تعمله. تمام؟ ده الستوب ابروتش، وده ستوب او ده ابروتش رائع جدا، بيحل لنا مشاكل كتيره جدا، وبنقدر نصل بيه الاماكن اللي انت ممكن حضرتك متخيل ان انت ما تقدرش تصلها من ايه ساتش سمول ابروتش. نيجي بعد كده الانترولاتر ابروتش اوف ذا ايليك وينج، والانترولاتر ابروتش ده ممكن نقدر نعتبر جزء او نضيف عليه اللاترال ويندو بتاع الايليك واينر ابروتش. مش بس كده حضرتك ممكن تبدا بالانترولاتر ابروتش وبعد كده تكستند يبقى كونفنشنال ايليك واينر ابروتش، بس لازم حضرتك وانت بتعمل الابروتش ده طبعا البوزيشن هو نفس البوزيشن اللي احنا بنعمله لما نيجي نعمل الانتيرو ابروتش بتاع السيرفيس بيوس او فينشتيل ابروتش، يفضل طبعا ان الهيب يبقى سلايتلي فلكسبل روتيتد، وده يساعد حضرتك كتير انك تشتغل من غير اي تنشن يكون محطوط عليك. والنقطه الثانيه اللي حضرتك ممكن تعملها تساعدك برضك تخلي الدنيا الفالفز ده او الهيبي فالفز ده لو انت حضرتك تشتغل على الناحيه دي انترنال روتيتد شويه، ده بيدي لك فرصه للاكسبوجر احسن، انك تحط ساند باك سبورت تحت الايلياك جلوتيف او الجلوتيف فولد في الناحيه دي. تمام؟ في الابروتش ده حضرتك بتخش بتلاقي قدامك طبعا ان انت بتفتح في الاكسترنال ابدومينال ابنيوروزس، بتلاقي قدامك طبعا مصل اتاتش في الايليك وينج، تبدا تعمل سويبنج ساكري اوستيال لغايه ما بتخش على الايليك بون نفسها، وتقدر تشوف الانر سايد بتاع الايليك بون. حضرتك حابب تعمل اكستنشن زي ما حصل هنا، عمل اكستنشن الابروتش زي الانجون باينر، وتشوف النيرف الارتري والفين ما يجراش، بس خد بالك وانت ماشي انك انت ما تقطعش اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد، لانه بيعمل سام سورت اوف باراتيزيا في الانترولاترال اسبكت اوف ذا سايد. وطبعا الابروتش ده حضراتكم بنصل منه بسهوله جدا، طبعا اكستند بروكسيمالي بنصل منه بسهوله جدا سيكيو ايلر جوينت، والحاجات اللي عندنا سيكيو ايلر ديسربشن نقدر نستخدمها في نستخدم الابروتش ده عشان نعملها ريدكشن وفيكسيشن. مش بس كده، في حاجات اللي فيها كريسنت فراكشر، حاجات اللي فيها ايليك بون فراكشر، الابروتش ده لطيف جدا. لا كمان مش كده، فاكرين يا جماعه لما استخدمنا انتيرو ابروتش في الليمتد اوبن ابروتش احنا ممكن نستعين بالابروتش ده من غير ما نفتح الفاسكولار ويندو مع الانتيرو ابروتش، وان احنا نستخدمهم في الليمتد ابروتشز في الفيكسيشن والريدكشن بتاع الفالفيك فراكشر من غير ما نعمل اكسنسايد. يبقى مع السيكرو ايليك ديسربشن مع كريسنت فراكشر ابروتش لطيف جدا كلنا متعودين عليه، بنستخدمه كتير في ان احنا ناخد درافتس من الايليك وينج بون، بس احنا ممكن نستخدمه اكتر طبعا في الفيكسيشن بتاع البلفيك فراكشر. ابروتش تاني ممكن نستخدمه، مش كلنا بنعمل الابروتش ده، بس ان الابروتش ده دلوقتي بقى ايفولفنج خصوصا مع لامبو بلفيك فيكسيشن، البوستيريو ابروتش. البوستيريو ابروتش ممكن تعمل بكذا طريقه، ممكن يعمل البارا ميديال ابروتش او البوستيريو ابروتش اوف ذا سيكرو ايليك جوينت، ممكن تعمل ميد لاين ابروتش عادي جدا زي ما بنفتح الايه الاسبون. البوستيريو ابروتش كلاسيك اللي احنا بنتكلم عليه ده ابروتش كيرف شويه، بيبقى لاترال للبوستيريو سوبيريو ايليك سباين، وبنكستند ات لاين، ممكن نكستند ديستري از ماتش از وي لايك. زي ما حضراتكم شايفين هو كده راسم الايه الدايجرام على ظهر العيان، راسم هنا ادي ايليك بون، وادي ساتيك باترس، وادي البورت بتاع الايسكيام، ودي البارت بتاع السكره ما هو قدامنا، هو حط ماركس على العيان نفسه، ده البوستيريو بروسيسز بتاعت السباين اللمبر فيرتبرا.
وهنا راح فاشل الابروتش بتاعه لاترال للايه للبوستيريور سوبيريور ليك سباين، وبدا يعمل الديسكشن بتاعه ليفيت بقى طلع الروتيس ماكسيمس ماسل من الاوتر لاير بتاعه الايرياك كريست، وبدا يخش ديبر. ده ممكن يستخدم الابروتش ده، يستخدمه ممكن في السيكرو ايرياك ديسربشن، ممكن يستخدمه في اللاب سيكرو فيكسيشن، ممكن يستخدمه الاكستندد ديستال شويه، ممكن نحتاج نرفع شويه بعض العضلات عشان خاطر نعمل اكسبوجر اكتر زي ما حضراتكم شايفين كده الالكترون سباين، ممكن احنا نرفع الالكترون سباين، ممكن ندسكت شويه البايروفورس نقدر نخش ديستال اكتر، ممكن حضراتكم برضك نرفع جزء بارت من الايه من السيكرو تيوبرس ليجامنت عشان اكسبوز البارت ده كله، نقدر نعمل فيه ريدكشن وفيكسيشن. احنا طبعا مهتمين اكتر بالمنطقه دي، منطقه الايه السيكرو ايليف جوينت والسيكرم، وطبعا دي لما نحب نعمل ايليو ايليال فيكسيشن او نعمل سيكرو ايليك فيكسيشن او ما نسميه ايليو سيكر فيكسيشن، كل الكلام ده بنعمل بسي ابروتش بيبقى فيزيبل بالنسبه لنا. غير كده يا جماعه فاكرين كريسن فراكشر؟ طب ما احنا ممكن نثبت كريسن فراكشر بالبسي ابروتش، لازم يعني نثبته اتيو؟ لا احنا ممكن نثبته من البوستيريور ابروتش. يبقى البسي ابروتش من حاجات برضك بتديني فلستيلتي لطيفه جدا عشان نزود الفيكسيشن والستابيليتي بتاعت البوستيريور سيك. ايه بقى يا جماعه اللي احنا اتناقشنا فيه وعايزين نناقشه تاني دلوقتي؟ يا جماعه بدات تبقى ايفولفنج كتير قوي البيركوتينيوس تكنيكس، البيركوتينيوس تكنيكس اللي نقدر نعمل بيها فيكسيشن مع الاندايركت ريدكشن، طبعا لازم نعمل ريدكشن اول قبل الفيكسيشن، بحيث ان احنا نوصل للاتموس تريزلز من غير ما نعمل ويز ذا ليست هارم اوف ذا سوفت تيشو اند ماسل وسوفت تيشو كونستراكت اللي حوالين البلفس، ونقلل بقدر الامكان المشاكل اللي ممكن تحصل لنا من السكيم بروبلمز نتيجه الاكستنسيف البيركوتينيوس تكنيكس. طبعا ملك البيركوتينيوس تكنيكس هي الترانس ايلياك او الايليو سيكرال ابروتش، ايليو سيكرال سكرو، كلنا حافظين الموضوع ده. طبعا كلنا تقريبا من الاكسبيرينس بتاعتنا او معظمنا عنده اكسبيرينس كويسه قوي مع سيكرال سكروز او الايليو سيكرال سكروز في الفيكسيشن بتاع البوستيريور سيجمنت، نستخدم فيها طبعا كانيوليت سكروز وبتساعدنا كتير قوي عشان نسبار البوستيريور سيجمنت سوفت تيشو ومينيمال انفيزف وما ناثرش كتير على الكفر تيشوز. في نفس الوقت يا جماعه ما تنسوش ان احنا لازم نبقى اوير جدا 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 ان احنا بالايمج والدايركشن بتاع الايمج والفيوز اللي احنا نحتاجها، ونبدا ازاي لاترال سيكرال فيو بعد كده انلت واوتلت فيوز، وازاي نستخدمهم سيمالتينيسلي عشان ننشور ان احنا حاطين او ان احنا ندايركت المسمار الاول في الاتجاه الصحيح، وبعدين ننشور ان احنا عاملين فيكسيشن من غير ما نعمل انسلت او يتراجيريك انسلت لاي سوفت تيشو سراوندنج حوالينا. انت يا جماعه بسهوله جدا تقدر تحط تعمل التكنيك ده والعيان برون او العيان سوباين على حسب ما حضراتكم متعودين، وفي نفس الوقت تيك كير مهم جدا 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 ناخد بالنا يا جماعه واحنا بنحط الايليو سيكرال سكروز ان احنا ما نعملش نيرفس انسلت، نعرف انهي سيجمنت ان احنا حاطين فيها المسمار، نبقى شايفين كويس قوي، نعرف ان احنا بايباسنج الفرامينا سيكرال فرامينا الاركوتس لاين بعيد عننا، نعرف ان احنا مش داخلين سنترال في السنترال كانال بتاعت السيكرال فرامينا بتاعت السيكرال بتاع السيكرام اتسلف، ومش واصلين على الكودا كواينا، وبالتالي احنا بنشور ان العيان عمل عمليه كويسه وما تعرضش للايتروجينيك انسلت. يا جماعه في كذا نقطه مهمه هنا، يمكن مش كلنا بنعمل الحكايه دي، بس هي نقطه مهمه لازم نبقى اوير بيها. اول حاجه الدايركشن بتاع الايليو سيكر سكرو، الدايركشن بتاع الايليو سيكر سكرو بيكون بيربنديكولر زي ما حضراتكم شايفين على السيكرو ايليك جوينت، عشان خاطر لما يقفل يكمبرس، تمام؟ الدايركشن بتاعه بيكون جاي من بوستيرير تو انتيرير، تمام؟ ده ايه؟ الاليو سيكرال سكرو. طيب السيكرال سكرو وده بنستخدمه كتير بره، لا لا ده بيطلع لانتير شويه، ليه؟ لان هو مش شرط يبقى بيربنديكولار على سيكرو ايليك جوينت، هو شرط يبقى بيربنديكولار على اللاين بتاع الفراكشر بتاع السكر، وبالتالي بتحطه من انتير شويه من مكان من انتري بوينت انتير شويه للايه؟ للبوينت اللي انت لو استخدمتها عشان تحطه للسيكرو ايليك جوينت عشان يقفل السيكرو ايليك جوينت. بالتالي لازم يبقى انتير شويه ولازم الاتجاه بتاعه يكون في البادي بتاع السكرم اتسلف بعيد طبعا، مش ايه كانال ولا هيطلع من الانتيريور ايه بارت اوف ذا سكرم. النقطه المهمه الثانيه ان انت ممكن تحط المسمار السيكرال او السيكرو ايلياك، ممكن تحطه في S1 ممكن تحطه في S2
اصعب بس ممكن برضه تحطه في اس 2. النقطه الثالثه، طب لو هتنزل عن الليفل بتاع الاس 2، لا الدايركشن بتاع المسمار بيبقى مختلف تماما زي ما حضراتكم شايفين، من انتيريور سات قوي ورايح بوستيريور، طوله مختلف، وفي نفس الوقت برضك ما بنحطوش دايركت ايه على نفس المستوى بتاع البلف بريم، لا دايركت تلاقيه ما انفيريور اكتر يا اما سوبيريور اكتر عشان ياخد جريب اكبر، لان المكان السيجمنت ساعتها تبقى نارور والبون اللي انت حضرتك بتكاتش فيه او بتهولد فيه بيبقى ثينر. في حاجه ثانيه مهمه يا جماعه يعني مش كلنا متعودين عليها، بس احنا لو احنا في كوابريشن كويس ما بين الديفرنت تيمز ممكن نستعين بالنقطه دي، بس ويد كوشن ان احنا نستخدم الترانسبريتونيل ابروتش للسيكرو ايليكس. ترانسبريتونيل ابروتش يعني حيان فاتح ابدومينال اكسبلوريشن، تقدر تعمله فيكسيشن ولا لا؟ اه تقدر تعمله فيكسيشن. سلوتابوتينيم اه سلوتابوتينيم مع الجنرال سيرج. امتى تحتاج المشكله دي؟ اه لما العيان يبقى فاتح ابدومينال اكسبلوريشن تمام، عنده انترا ابدومينال بروبلم وعنده فراكتشر سيكر، عنده فراكتشر او ديسربشن في السيكرو ايليك جوينت او ديسربشن في البلفيك رينج تمام. بس لازم تكون اوير او معاك الجنرال سيرجن ان انت لازم هتموبيلايز الميزنتري بتاع السيجمويد، ولازم هتموبيلايز اليوريتر والايدياك فاسز، لازم تموبيلايز الاستراكشر دي كلها ميديا للاول عشان خاطر تصل للسيكرو ايليك جوينت. يعني اذا في فرصه يعني انت والعيان عامل اكسبلوريشن، في فرصه حقيقيه انك انت تقدر تنفع العيان ده، ممكن انت ما تقدرش تعمل له ايه انترفنشن بعد كده، او يمر العيان بظروف اصعب وانت ما تقدرش تعمل له اتاكينج بالانسيجن اللي انت عايز تعمله له، او انك انت تنيمه برون، او انك انت تستخدم بوستيرير ابروتش. فممكن هو بيعمل اكسبلوريشن حضرتك تساعد العيان وتعمل له بوستيرير فيكسيشن ثرو ذا سيم ابروتش، بس تيك كير ان انت لازم تكون اوير بالاناتومي بتاع المكان ده، لانك لازم تعمل موبيلايزيشن لفيري امبورتنت ستراكشرز في المكان ده. والنقطه الثانيه ان هو الجنرال سيرجن يكون معاك. والنقطه الاهم طبعا ان انت مش هتقعد فيها اليوم كله، العيان ده غالبا اللي عنده ابدومينال بروبلم، العيان ده يعني نوت ان فيري نايس كونديشن، انت اكيد لازم تراعي الايه التايم فاكتور وما تاخدش راحتك قوي قوي قوي. الوضع يمكن احنا في البراكتس بتاعنا للاسف مختلف ازاي، يعني غالبا العيان ده او المشاكل بتيجي من ايه؟ ان العيان بيخش بولي تروما، مفيش الكونكشن الجامد قوي ما بين الديفرنت تيمز، مفيش الاويرنس ان العيان ده لازم يتعامل بمالتي ديسيبلري سيستم، كله اوير باللي بيحصل. تلاقي العيان ده دخل عمل اكسبريشن وطلع بيقول لك اه شوفوا بقى عنده ايه، احنا عندنا مشكله شوفوا عنده ايه. او العيان دخل عمل اكسبريشن يقول لك لا ده ستيل ايه ستريس مش ستابلايزد ومش كنترول، تعالى بقى اشوف ايه المشكله، حتى ما تصورش اكس راي. دي ازمه فعلا ممكن تكون كتير مننا تعرض لها او بعض مننا تعرض لها، ودي بتنتج فقط على ان احنا مش فاهمين طبيعه الاصابه نفسها، وان احنا محتاجين ان احنا نتعامل معاها كلنا كتيم واحد، واي انسجن اي بروسيدور اي بروتوكول بنتعامل فيه مع العيان ممكن كلنا نقدر نحط بصمه او نقدر نعمل حاجه تساعد العيان المسكين ده في ان هو يتعافى ويصل الى بر. في حاجات بقى ناخد بالنا منها لما نيجي نتعامل مع عيان الفراكتشر بلفس واستابلر بقى، لما احنا هنكومبايند اوبن وبيركوتينيوس تكنيكس مع بعض، ان احنا لو هنحط اوبن تكنيك وبيركوتينيوس تكنيك نبدا الاول بالاوبن تكنيكس وبعد كده نستخدم البيركوتينيوس تكنيكس. من اشهر البيركوتينيوس تكنيكس السيكرو ايليك جوينت، واتفقنا ازاي ممكن نعمل السيكرو ايليك جوينت وازاي الدايركشن بتاعه مختلف لو احنا هنستخدم سيكرو سكرو عن اليو سيكرو سكرو. الحاجه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها بس ما استفدناش قوي هي الانتي جريد انتيريو سكرو. الانتي جريد انتيريو سكرو زي ما حضراتكم شايفين الصوره اللي قدام حضراتكم كده، ممكن نحطه انتي جريد يعني فروم بروكسيمال فراجمنت للديستال فراجمنت، وزي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي، ده الصوره دي بوزيشن معين. البوزيشن ده اسمه ايه يا جماعه؟ البوزيشن ده اسمه اوبتيوريتر اوتلت. ده ايه؟ عشان ننشور ان العيان ده او المسمار ده مش بريتش سوبيريور كورتس ورايح ناحيه الايه؟ الفيو ده فيو مختلف شويه اسمه اوبتيوريتور انلت، وده عشان ننشور ان المسمار ده مش بوتشنج الانر سايد بتاع الايه بيلفيك بول. طب الانتري بوينت بتاعتنا فين؟ ده بيركوتينيوس تماما، بنعمل لاين يكستند من هنا من الوايد سبارت بتاع الايلي كراست رايح للجريتر تروكانتر، ونقسم اللاين ده بالنص اعلى منه بسنتي، نعمل ستاب وند ونبدا نحط الانسيرشن بتاعنا.
طبعا مش هعيد على حضراتكم تاني، لازم الفلوراسكوبس يبقى فاهم ايه الفيوز اللي احنا بنعملها، ولازم الفلوراسكوبي يبقى في هاي كواليتي عشان نعمل بروسيدجر زي دي. بس يا جماعه تخيلوا الجمال، الانترافيدرال سكرو ده بيوفر علينا ابروتش شكله ازاي، ومشاكل ومصاعب قد ايه في التكنيك بتاع الايه الديسكشن بتاع ديفرنت تيشو اللي هو في ديب ستراكشر زي الدمس. العكس بقى ممكن نعمله في حاجه ثانيه اسمها ايه الريتروجريد سكرو. يعني ايه ريتروجريد سكرو؟ يعني الريتروجريد سكرو داخل من ديستال فراجمنت رايح للايه بروكسيمال فراجمنت، وده بنعمل ماني فينشتيل ابروتش، ونيجي عند البيوبيك بون، ونيجي عند الفيو بارت من البيوبيك بون بنعمل ستارتنج بوينت. نفس الايمج ده بنحتاجه في الريتروجريد سكرو، نفس الاوبتيوريتور اوتلت ونفس الاوبتيوريتور انلت بنحتاجهم في الايه ريتروجريد سكرو. يعني مجرد حطيت حضرتك السكرو ده، لو انت عندك ايه هاي مثلا بيوبيك رينس ولا حاجه مع بوستيريور انسلت، ممكن تحط هنا السيكرو ايليك جوينت او الايليو سيكرال جوينت، وهنا تحط ريتروجريد جوينت اند ذاتس ات. وبكده انت عملت الاستابيلايزيشن، حققت الجولز بتاعتك، ريدكشن استابيلايزيشن محترم، ليس هارم للسوفت تيشو. خلصنا دلوقتي الابروتشز المختلفه اللي ممكن نستخدمها، واتكلمنا على ابروتشز وايد وابروتشز اكسسايل، واتكلمنا على ابروتشز بيركوتينيوس وابروتشز ليميتد، واتكلمنا على كومباينيشن بتاعت الابروتشز المختلفه ان احنا نحقق الجولز بتاعتنا من الفيكسيشن. طيب ازاي بقى هنعمل ريكونستراكشن او ايه الفيكسيشن تكنيكس المختلفه؟ حاولنا بقدر الامكان نجيب الموست بيكيولير او موست بوبيولر فيكسيشن تكنيكس نعرضها قدام حضراتكم في التكنيك. بس هو الموضوع بصراحه ممكن يحتاج مننا استفاضه اكتر من كده، محاضره واثنين وثلاثه وعشره بالذات في التوبيك دي، لان دي والموداليتيز والموديفيكيشن والتطور فيها سريع جدا، ديفلوبمنت والنيو تكنيكس بتتطور يوم عن يوم. وهنعرف برضك في خلال الكلام الميكانكس بتاعت الفيكسيشن ان احنا ليه كل يوم عن يوم بنطور. اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لنا السيمسز، لان كتير قوي كومن جدا انجريز بتكون فيها سيرفيزيال ديستربشن. اتفقنا احنا على الابروتش بتاعنا هو الانتيريو ابروتش، واتفقنا نعمله ازاي. يلا تعالى نتفق ازاي نعمل ريدكشن للايه للسيمسز. اول حاجه ممكن نعملها زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره الحلوه دي، ازاي نعمل ريدكشن للايه للسيمسز. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره ان احنا عندنا البيوبيك بون يمين، بيوبيك بون شمال، وعندك بيوبيك تيوبركل هنا وبيوبيك تيوبركل هنا. ممكن تجيب الفابر كلامب او الاسبانيش او البوينت ريدكشن تاون، وتحطه تهولد في سايد والسايد الكونترالاترال، وتبدا تقفل البون ريدكشن فورس بتاعك عشان تجيب الايه الريدكشن بتاعك لغايه ما تعمل الفيكسيشن. في طريقه ثانيه فاكرين يا جماعه الانسترومنت اللطيفه اللي انا عرضتها على حضراتكم من شويه في الالات اللي احنا محتاجين نحضرها، اليانج برجات. اليانج برجات ممكن حضرتك تحط مسمار هنا ومسمار الكونترالاترال سايد، وزي ما حضراتكم شايفين نستخدمه نفسه في ان هو يعمل ريدكشن بتاعنا، ان احنا نحطه اتاتشت في المسامير اللي احنا حطيناها، وبعد ما نعمل الريدكشن بتاعنا المانيبيليشن هيمي باندس نحطه ونفيكسيت في الوضع ده لغايه ما نسكيور الفيكسيشن بتاعنا. بس هي دي الطرق بس اللي حضراتكم تعرفوها للريدكشن بتاع السيرفيسز بيوبس؟ لا، هي دي معظم الطرق. ممكن في طرق ثانيه اوكي، بس احنا بعد ما عملنا الريدكشن الجميل بتاعنا عايزين نكيب الريدكشن ده بستابيلايزيشن نستخدم فيه ريكومبليت. ريكومبليت غالبا بنستخدم شريحه 6 خرام، بنحط فيها على الاقل 4 مسامير، ولو في بيوبيك فراكتشر طبعا بنستخدم اكتر، بس احنا بنتكلم هنا على سيرفيسز سيرفيزيال ديسربشر. طيب بس لا، في كمان ممكن شرايح مخصوصه بتبقى عباره عن شريحتين مش شريحه واحده، شريحه كده و90 ديجري معاها شريحه ثانيه انتيريور، ودي بتزود الاستابيلايزيشن بتاع الايه الفيكسيشن بتاع حضرتك، لان انت زي ما حضرتك شايف السوبيريور بليت دي مش هتكاونتر اكت، هتكاونتر اكت روتيشنال ديفورمتي بس مش هتكاونتر اكت الفيرتيكال ديفورمتيز. فاحنا لما نزود شريحه انتيريور كمان هيبقى احنا كنترولنج اكتر الموبيلايزيشن اللي بيحصل على الامي فالفز ده، ويبقى مور ستابيلايزيشن. ممكن ما تكونش الشريحه جاهزه زي البيبي بون بليت، لا ممكن احنا نعمل شريحه سوبيريور ونعمل شريحه انتيريور فور مور ستابيلايزيشن للسيرفيسز. ايه الاخبار يا جماعه؟ ماشي الحل؟ شغال يا باشا، كمل. يلا ربنا يعينكم، محاضره ماراثونيه النهارده ان شاء الله.
طيب نيجي نتكلم بقى على البيوبيك فراكتشر. طيب احنا قلنا ممكن السيمسز بيو زي ما اتفقنا ان احنا نستخدم التولز المختلفه دي، وممكن نستخدمها كمان نفس التولز مع البيوبيك فراكتشر، وبعد ما نعمل الريدكشن بتاعنا نستخدم البليت اند سكروز زي ما احنا متعودين، والشتوب ابروتش ساعدنا كتير في ان احنا نكسبوز الجزء اللاترال من البيوبيك بون عشان خاطر ان احنا نستخدم الكونفنشن اني والجوانال، بس نكون اوير في الفيكسيشن بتاعنا ان احنا we don't approach the joint of the hip joint. تمام بس كده ليه يا جماعه؟ احنا لسه من دقيقتين كنا بنتكلم على سكروز معينه فاكرينها ان دولار سكروز الانتي جريد دولار سكروز او انتي جريد انتيرو سكروز والليترو جريد انتيرو سكروز، واتفقنا طريقه تركيبها ازاي ان احنا بنحط الانتري بوينت بتاعتنا في المكان المخصص ميد بوينت من الديستنس ما بين الوايد سبارك هيليك كراست والتروكانتر، ونعمل ستاب بون نخش بيه بعد كده مع تحت الايمج انتنسيفاير عشان نشوف اوبتيوريتور انت اوبتيوريتور اوتلت نسكيور ان هو كومبليتلي انتر مدالري، وبعد كده نعمل الفيكسيشن بتاعنا او نفتح من الميني في نشتيل ابروتش ونحطه في الانفير بارت من البيوبيك بون اند الليتروجريد بقى سكرو، ونثبت الكسر بتاعنا من غير ما نحتاج اكستنسايل ابروتش. ايه تاني بيصادفنا؟ طبعا في البيوبيك فراكتشر بيصادفنا قصور ثانيه كتيره ممكن نستعين بحاجه ثانيه نثبت بيها. فاكرين يا جماعه النصيحه ان احنا قلناها ان احنا في مالتيبل بوينتس اوف فراكتشر ممكن تكون موجوده، احنا مش محتاجين ندرس ايتش بوينت اوف فراكتشر، ممكن ان احنا نستخدم موداليتيز اوف فيكسيشن تبريدج الفراكتشر بحال ستابيليتي من غير ما ندرس الفراكتشر اتسلف. ده ممكن نحققه في البيوبيك فراكتشرز مع الانتيرير فيكسيترز. الانتيرير فيكسيتور خير مثال على البوينت دي، ان احنا بنحط فيكسيتور سواء حضرتك هتحطه في الايليا كراست، سواء حضرتك هتحطه في الانتيرير انفيريور ايليا سباين، سواء كده سواء كده، ممكن انت you didn't attack actually the fracture site itself، بس حضرتك عملت ال anterior stabilization اللي احنا محتاجينه in such a fracture، وبالتالي انت ضامن ان شاء الله ان ال fracture ده stabilized وتقدر تحقق اللي انت محتاجه او goals اللي انت محتاجه منه، خصوصا لما مثلا نبص على عيان زي ده عامل anterior exploratory incision، انت محتاج ان انت تبعد شويه عن المكان اللي كان فيه exploration وتحط الانتيريور ايه انتيريور ليك سباين فيكسيتور، وبكده انت حققت فعلا فيكسيشن بتاع البيوبيك بون بدون ادريس الفراكتشر بوينت اتسلف. غير بقى الايه الاكسترنال فيكسيتورز، في حاجه اسمها الانترنال فيكسيتور او الان فيكس، هو الانترنال فيكسيتور ان فيكس. تمام دي بنستخدم السباينال سيستم بنحطه مكان الشانز ده انسايد ايه الفاير هنا نبروتش فاير هنا نحط الان الايليك او نحط السباينال سيستم ده او البيديكولار سكرو ده هنا هو كده بيبقى حاطط بوري اكزيل نحطه في الانتيريور سوبير ايليك سباين، وبنشور طبعا الانسيرشن بتاعنا ان هو في المكان المظبوط بفيو معين ونحط الكونترا لاترال سايد، وبنقوم نجيب الرود ده بنعمل له ايه كونتورنج زي ما حضراتكم شايفين كيرف كونتورنج كده، وبنعديه احنا فاتحين فتحه هنا فتحه هنا وبنعديه سبكوتينيس هنا subcutaneous we didn't dissect anterior ده بتعدي subcutaneous. تمام ونمسكه طبعا في البولي اكسيال نوت اللي موجوده هنا عند البيديكولار سكرو ده، وكده ده اسمه انفكس، ده زي الاكسترنال فيكسيتور بس انسايد. حتى في بيوبيك بونز فراكتشر هنا احنا بريدجنج بيوبيك بون فراكتشر او سيفزيال ديسربتشر، بس بدون ما ناتاكت ايت سيلف او نحط شريحه عليهم دايركت. دي برضك من الموداليتيز اللي احنا ممكن نستخدمها في الانتيريور فيكسيشن. نيجي بقى للبوستيريور فيكسيشن والسيكرو ايلياك جوينت ديسلوكيشن. طبعا احنا ممكن نستخدم الايلياك ويندو عشان خاطر نفتح الابروتش بتاعنا ونصل للسيكرو ايلياك جوينت، واتفقنا ان احنا ممكن نستخدم التولز المختلفه بتاعتنا في ان احنا نعمل ريدكشن للسيكرو ايلياك جوينت زي ما احنا استخدمنا الماتا كلام، مسكنا سكرال ايلا هنا واستخدمنا البول بوينت التيبل الثانيه من على الاوت اسبكت اوف ذا ايليك بون، وعملنا كومبريشن فيكسيشن للسيكرو ايليك جوينت لغايه ما نعمل لها ديفنت فيكسيشن سواء حضرتك ببيت او انت حضرتك حابب ان انت تستخدم ايليو سكرال جوينت واتس ايفر. خلاص لما انت حضرتك عملت ريدكشن ايه موداليتي فيكسيشن هندردش مع بعض ايه الموداليتيز اللي ممكن نعملها كومبانيشن مع بعض عشان تبقى باي ميكانيكال ساوند بالنسبه للبوستيرور سيجنال.
تمام. يبقى ده برضك بالنسبه للسيكرو ايلياك ريدكشن اند فيكسيشن. طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا شرايح وصنين، طب ما هنحتاج كام شريحه ومسمار؟ لازم طبعا نستخدم على الاقل في السيكرو ايلياك جوينت نستخدم شريحتين، يا ريت الزاويه تبقى ما بينهم تبقى اكتر من 40 درجه عشان فعلا يبقوا باي ميكانيكال ساوند. ليه يا جماعه؟ لان الشريحه دي هتكاونتر اكت الروتيشنال ديفورمتي. طب والفيرتيكال ديفورمتيز او الفيرتيكال ديسبيسمنت، لازم شريحه ثانيه تساعد ان هي تبقى مالتي بلانر فيكسيشن، لان هي بتبقى ويكر في اتجاه معين. فلما نستخدم شريحتين الزاويه بينهم اكتر من 40 بتزود الارم بتاع الفيكسيشن، وبالتالي بيكاونتر اكت ماتش مور جريتر فورسز ان ديفرنت دايركشنز. ممكن تستخدم شريحه واحده بس، اه بس لو عايز تستخدم شريحه واحده بس لازم سبلمنت الفيكسيشن بتاع حضرتك بايه؟ بسكروز. طيب ما تيجي نتكلم على السكروز في السيكرو ايليك جوينت. تعالوا نتكلم على السكروز في السيكرو ايليك جوينت. اه احنا ممكن نستخدم سكروز في الفيكسيشن بتاع السيكرو ايليك جوينت، زي ما اتفقنا ان احنا بنستخدم كانيوليت سكروز اسهل كتير في الابلكيشن بتاع جايد واير، وبنحط عليه بعد كده كانيوليتد دريل بيت، وبعد كده نستخدم السكرو من غير ما ايه نحتاس او ننسى الدايركشن بتاع الانسرشن فين، او البوينت اوف انتري بتاعتنا تكون راحت مننا وسط الدي بارتيشن. طبعا الجايد بان بيساعدنا كتير جدا ان ايه نعمل التكنيك بتاعنا من غير ما نستهلك وقت كتير او اكسبوجر كتير. النقطه الثانيه ان عن الموداليتيز بتاع كانيوليت سكروز كتيره جدا. ممكن نستخدم بارشال ثريدد لو احنا عايزين كومبريشن، يعني لو سيكرو ايليك ديسربشن نستخدم بارشال. طب لو سيكرو فراكتشر بقى لا، احنا عايزين فيكسيشن اكتر، يبقى نستخدم ايه؟ فولي ثريدد، لان هو ده هيبقى ايه هولدنج اكتر. بل حضرتك واحنا مش محتاجين كومبريشن في السيكرو فراكتشر، بالعكس ده كومبريشن ممكن يعد انسلت او نيورولوجيكال انسلت للعيان بتاعك. فانت مش عايز اوفر كومبريشن مع السيكرو فراكتشر، انت بالعكس انت محتاج فيكسيشن اكتر، خصوصا ان البون اللي انت بتثبت فيه ده معظمه كانسلس بون، فانت عايز هولد اكتر عشان يمسك ويكاونتر اكت ستريسز اكتر. النقطة اللي لازم حضرتك تبقى فاهمها قوي وانت بتبص على الايمج، انت عارف ايه الايمج ده بيعبر عن ايه وازاي تستخدمه، الفيوز اللي ممكن تبقى واضحة بالنسبة لك، والاويرنس بتاع الاناتومي بتاعتك، السكرو ايليك سكرو يبقى اتجاهه ازاي، السكرو سكرو يبقى اتجاهه ازاي، وازاي تتركب الكلام ده كله على الايمج عشان خاطر ما تضطرش انك انت تعمل ياتروجينيك انسلت جديدة للعيان اللي هو اساسا ميد باك. وفي ديفورمتي معينه او سكر ديسرافيزم دي بتعملها مشاكل في العيانين، مثلا عنده سكرايز لامبر فيرتبرا او لامبرايز سكر فيرتبرا، انت بتعمل كاونتنج للفيرتبرا او انت بتستني ساين معينه او ان انت تبدا باللاتر سكر فيو، في الاخر اللاتر سكر فيو ما يوضحلكش حاجه لان العيان ده عنده مشاكل في السكرم او في سم سورت اوف اناتوميشن موجوده عنده، لازم تبقى اوير بيها قبل ما تخش تبدا. وزي ما اتفقنا ان السكرو ايدك سكرو لي اتجاه والسكرو سكرو لي اتجاه مختلف. كل ده يا جماعه احنا كنا بنتكلم على انتيريو فيكسيشن وبوسيريو فيكسيشن موداليتي. تعالوا نراجع مع بعض، احنا اتكلمنا على انتيريو فيكسيشن موداليتي نستخدم في الشتيل ابروتش، نثبت الانتيريو بارت، ممكن نثبت ان احنا نحط بليت، ممكن نحط سبيرور او انتيريو سوفيزيال بليت، ممكن لا انا نستخدم مع الفيلف فراكتشر نستخدم بليت، مع البيوك فراكتشر نستخدم بليت سكروز او نان انترا مدارري سكروز، وممكن كمان ما نستخدمش دايركت فيكسيشن، ممكن نعمل اندايركت فيكسيشن عن طريق اكسترنال فيكسيتور. في موداليتي من الاكسترنال فيكسيتور اسمها الانترنال اكسترنال فيكسيتور او الان ممكن نستعين بيها برضك عشان نعمل كنترول الانتيرو سيجمنت. وبعد ما اتكلمنا عن الانتيرو سيجمنت بدانا نتكلم عن البوستيرو سيجمنت، السيكرو ايليك جوينت ديسربشن، وازاي نوصل للسيكرو ايليك نفسه، الابروتش بتاعنا الايليك ويند اوف اللاترال ويند اوف ذا ايليوينجواينال ابروتش، ازاي ممكن نثبته باثنين بليتس او بليت وسكرو. السكرو بتاعنا ده بيوفر معانا حاجات كتيره، اه بس لازم نبقى اوير بالاناتومي بتاعنا ويبقى اوير لو في اي اناتوميكال فاريشن. طيب زي ما في سيفزير ديسربشن وفي بيبيك بون فراكتشر، في سيكرو ايليك جوينت ديسربشن وفي كريس انفكشن. كريس انفكشن ده وان اوف ذا فيريانت في الانترنال روتيشنال ديفورمتيز لنا لاترا كومبريشن فراكتشر، وده يا جماعه ممكن يتسبب بطرق كتيره جدا من خلال ابروتشز كتيره جدا، زي ما احنا اتكلمنا على الابروتش بتاع اللاترال ويندو اوف زايلي وبان ابروتش. لا ده ممكن احنا كمان نستخدمه بالبيركوتينيس تكنيكس، لو احنا عندنا فراجمنت محترمه او الفراكتشر بتاعنا از كودل، واخد بال حضراتكم ممكن زي ما الاكس راي باينه قدام حضراتكم كده ان احنا في بارت كويس جدا من الليله بتاع السكرم في البروكسيمال فراجمنت، وبالتالي نقدر نستعين ب ايليو سكر سكروز عشان خاطر نثبت
الكريسنت فراكشر ده. فده بيبقى نوع من البير كوتينيوس تكنيكس اللي ممكن تسبب لنا ممكن تدينا فرصه ان احنا نعمل ستابيلايزيشن للبيشنت with a very limited injurious effect على soft tissue. لا غير كده احنا ممكن نفتح هنا anterior في ال lateral window بتاع ال iliofemoral approach او نفتح direct posterior. فاكرين يا جماعه posterior approach اللي احنا شرحناه مخصوص يفيدنا كتير قوي طبعا في decreasing fracture انه بيكسبوز الحته دي كويس قوي من posterior part. بس مش كنا مع posterior approach يا جماعه هي soft tissue cover تماني ما احنا مش يعني ما بنشوفوش كتير او مش معتادينه كتير بسبب المشاكل اللي بتحصل لنا في الستين كومبليكيشن بالنسبه للبوستيرور بورد لما كان بيبقى عليه ستريس كتير عيان بيبقى نايم على ظهره والعيان ما بيتحركش كتير فالكلام ده كله بيعرضه للبريشر سورس والمشكله بتاعه الهاردوير والكونتاكت بتاعه بينه وبين السكين ده ممكن بيعمل سولاريزيشن كفرنج سكين ودي بتبقى مشكله صعبه بتعلي الانسيدنس اوف انفكشن ودي حاجه ما نفضلهاش خالص في عيان البلفيك فراكشر. سيكرو فراكتشر ده اتكلمنا على جزء منه لما جينا اتكلمنا على الفيكسيشن بالبيريكوتينيوس سكروز بس عايزين ناخده كده بالترتيب واحده واحده. احنا ازاي نقدر نعمل ريدكشن للسيكرو فراكتشر؟ اول حاجه ممكن نستخدمها الانتيريور فيكسيشن يا جماعه المانيبوليشن بتاع الانتيريور بورت او الانتيريور سيجمنت ده بيساعدنا ان احنا نعمل اندايركت ريدكشن للبوستيريور سيجمنت. غير كده كل ده هنتكلم على اندايركت الديستراكتور اللي احنا بدانا بيه فاكرين يا جماعه لما شرحته لحضراتكم ان هو يقدر يتحرك في اي اتجاه احنا عايزينه ونقدر نعمل بيه ريدكشن اللي احنا نحبه. غير كده او كده ممكن ان احنا نستخدم التراكشن وده يعني طريقه بنستخدمها كتير في عملياتنا. حد من الجينيورز المساكين يا عيني بيفضل ماسك رجل لغايه ما نحط المسامير بتاعتنا وربنا يعينه. وده طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان احنا ممكن بعد ما عملنا الدايركت ريدكشن نستخدم بيركوتينيوس تكنيكس ان احنا نحل بيها المشكله بتاعتنا بتاعه السيكرال فراكشر. زي ما قلنا دايركت يبقى اكيد اندايركت يبقى اكيد عندنا دايركت. والدايركت تولز او دايركت ريدكشن موداليتيز بتاعه السيكرال فراكشر زي ما حضراتكم شايفين ان احنا بنفتح يا اما السيكرال سوري او ستيو سيكرال ابروتش زي ما اتشرح قبل كده وبيبقى قدامنا السيكرال او ميد لاين سيكرال ابروتش يبقى قدامنا السيكرال نبدا نستخدم التولز المختلفه بتاعه الدايركت ريدكشن او ريدكشن فورسز او الماتا ريدكشن فورسز ونبدا نعمل الريدكشن بتاعنا. لا ده غير كده احنا ممكن نيجي من الفراكشر سايت اتسيلف نحط لامينا سبريدر ونكسبوز الفراكشر ونعمل ريدكشن ثرو ذا فراكشر سايت اتسيلف وممكن نستخدم التراكشن عشان خاطر او نحط شانز سكرو ونبدا نمانيبوليت بيه الهيمي بلفس اتسيلف لغايه ما نوصل للريديوست فورم بتاعنا ونعمل الدايركت ريدكشن اللي احنا محتاجينه. كمان ان احنا ممكن من خلال الدايركت ابروتش ده لو احنا كان في عنده سام صوت اوف نيورولوجي نعمل دي كومبريشن للسيكرال كانال اتسلف. ده كل ده ممكن نعمله من الدايركت ابروتش. يبقى احنا عندنا اندايركت ريدكشن موداليتيز وعندنا دايركت ريدكشن موداليتيز. نيجي بقى للفيكسيشن. طب ممكن نعمل فيكسيشن ازاي للسيكرام؟ بحاجه اسمها سيكرا سكرو. اتفقنا ان هو من انتيريو سيت شويه عامل سيكرو ايلك سكرو. اتفقنا ان احنا المسمار لازم يبقى طويل جدا لازم يعدي اتليست الميد لاين لو يقدر يكروس الناحيه الثانيه يبقى حاجه لطيفه جدا جدا. والنقطه الثانيه ان كان في زمان بعض المسامير فاشن بحيث ان هنا يبقى فيه نوت لان العظم ده موستلي كانسلس فانت عايز هولد قويه قوي في عظم اوريدي او انهيرنتلي ويك فلازم تعدي بالمسمار ده الفولي تريد الناحيه الثانيه. احنا مش عايزين كومبريشن لان هنا السيكرو ايلك جوينت ما فيهوش مشكله ولو عملت اوفر كومبريشن على السيكرال السيكرال فراكشر هيحصل كومبريشن للسيكرال فرامينا وده ممكن يعمل له ياتروجينيك انسر حضرتك ما كانش عند العيان ده من قبلها. وزي ما حضراتكم شايفين كده ان احنا اوار في الانترودكشن بتاعنا للجايد بين اوار للدايركشن من البدايه خالص سواء حضرتك في الايميد فيو او في الاوتلت فيو عشان خاطر نقدر نحط المسمار. المسمار ده ما يعملناش اي ياتروجينيك انسرت بعد كده. المسمار ده سهل جدا تحطه في الابر سيكرال بيسز او ابر سيكرال سيجمنتس اس 1 واس 2. اس 1 طبعا اسهل كتير اس 2 اصعب لان السيجمنت التينر ولازم المسمار زي ما اتفقنا يبقى فولي تريد مش عايزين كومبريشن عايزين هولدنج فورس اكبر ولازم تبقى اوير كويس جدا بالمورفولوجي بتاع المكان ده عشان خاطر ما تعملش ادنج ياتروجينيك بروبلمز العيان اوريدي سفر. نيجي لموداليتي ثانيه ومهمه جدا اسمها لامبو بلفيك فيكسيشن. لامبو بلفيك فيكسيشن ده
حاجة من الحاجات اللي بقت ايفولفينج كتير قوي اليومين دولت عشان خاطر كنترول الفيرتيكال ديسبيسمنت اللي بتحصل في الفالفز خصوصا في الكومبلكس انجريز، وتقدر تعمل بيها ريدكشن من خلال الابروتش بتاعك، تقدر تعمل ريدكشن وسكيور فيكسيشن للبوستيريور سيجمنت اوف ذا فالفز. والعيانين اللي هما بنشوف فيهم كومبلكس ديفورميتيز او كومبلكس انسلت دلوقتي كتروا جدا عن زمان، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين وسائل المواصلات والموتوسيكلات وطبيعه الحياه المدنيه بقت بتستخدم عربيات اسرع، والحوادث بالتالي بدات تبقى اصعب. وفعشان كده حكايه اللامبو فيكسيشن او سباين فيكسيشن بقت ماتش مور ايفولفنج ذان بيفور، وده ليها تكنيك معين ممكن ان شاء الله يبقى لينا فرصه ثانيه ان شاء الله راعيين مع محاضره الدسكشن نشرح فيه شويه باستفاضه اكتر عن اللامبو فيلفك فيكسيشن، وده بيساعدنا كتير جماعه في الكومبلكس انستابيليتيز اللي هي بيبقى فيه مشاكل فيها في السيكرم زي الاتش شيب والواي شيب فراكتشر سيكرم، ودي ممكن يعمل لنا فيرتيكال كنترول محترم اكتر من اي وسيله ثانيه من وسائل الفيكسيشن. كمان بالنسبه لنا في السيكرال فراكشر ممكن نستخدم حاجه اسمها ترانس ايلياك ليه زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، شريحه تقدر تعديها حضرتك من البوستيرو ابروتش من ناحيه تستقبلها من الناحيه الثانيه وتثبتها في البوستيرو كونفرسيشن اوف ذا ايلياك وينج وتسكيور بيها مع السباينو بلفيك فيكسيشن. ساعات احنا بنستخدم بدل الترانس ايلياك بليتنج ممكن نستخدم ترانس ايلياك فيكسيتور او انترنال فيكسيتور بالسباينر سيستم زي ما عملنا بالظبط في الانتيريو بورت بتاع او الانتيريو سيجمنت بتاعه الفالفز. يبقى نراجع كده مع بعض بسرعه قبل ما نتكلم عن البايو ميكانيكال فالفيك فيكسيشن النهارده احنا اتكلمنا عن ايه. ببساطه جدا احنا اتكلمنا على الاوبريتيف تريتمنت الانديكيشن اوف اوبريتيف تريتمنت، امتى نعمل العيان عمليه يكون عنده فراكتشر فالفز. فاتكلمنا على الجولز وازاي نحصل على جود اوتكم، والجولز بتاعتنا هي ريدكشن ستابلايزيشن ومينيمال ابروتشز. اتفقنا مع بعض ازاي ان احنا ندرس العيان اللي عنده فراكتشر فالفز، ايه البري اوبريتيف بلاننج الحاجات المهمه اللي نكون احنا اوير بيها. اتفقنا مع بعض ايه الابروتشز اللي ممكن نستعين بيها في مثل هذه الحالات، وتوصلنا ازاي للفراكتشر باترن بتاعنا عشان نعمل له مش بس ريدكشن لا ريدكشن وسكيور فيكسيشن. بعد كده بعد ما اتفقنا على الابروتشز المختلفه سواء الانتيريور سيجمنت او البوستيريور سيجمنت مع ميديكيشن مختلفه وازاي نوصل بيها اماكن ممتازه نقدر نعمل منها فيكسيشن من مجرد بس فتحات صغيره. اتكلمنا بعد كده على الموداليتيز اوف فيكسيشن المختلفه، اتكلمنا على انتيريو سيجمنت، اتكلمنا في الانتيريو سيجمنت على البليتنج، واتكلمنا على الانتر ميدالري سكروز سواء حضرتك بتتكلم على سيفيزير ديسربشن او بيبي بون فراكتشر. واتكلمنا ان احنا ممكن وي دونت ادريس دايركتلي الفراكتشر اتسلف لما استخدمنا الفيكسيتور سواء الانتيريو external fixators او anterior internal external fixators. وبعد كده اتكلمنا عن procedure segment sacroiliac screw والsacral screws وغير كده او كده السacroiliac plates والposterior plates لو احنا استخدمنا posterior approach غير plates وغير screws ممكن نستخدم حاجه اسمها lumbo pelvic fixation في حالات sacral fracture او حتى transiliac plate. للاسف البايوميكانكس اوف بلفيك فيكسيشن اب تيل ناو الكونتروفيرسيز فيها لا تنتهي. بس خلينا نحط بعض الكونسبتس كده اللي لازم نبقى احنا عارفينها ان شاء الله من المحاضره النهارده المحاضرات بعد كده. ان احنا الفيكسيشن ديفرنت بلينز بيدينا بيتر ستابيليتي، ودي نقطه قررناها النهارده مرتين واحنا بنتكلم على السيفيزير ديسربشن لما قلنا نحط شريحه سوبيريور ونحط شريحه انتيريور على البيوبيك بون، او حتى واحنا بنقول نحط شريحتين ورا على السيكرو ايلياك او شريحه ومسمار. النقطه الثانيه المهمه جدا انت محتاج استابيليتي قد ايه، شوف الانجري وافهم الباترن اوف فراكتشر بتاعك قد ايه. واخد بال حضراتكم يعني الانسلت بتحدد لنا الماونت اوف استابيليتي اللي انت محتاج ان انت تادوبت ان ساتش فراكتشر. لو احنا بنتكلم بليتنج ولا اكسترنال فيكسيتور، لا البليت ماتش مور بريفيرد لان زي ما حضراتكم شايفين الليفر ارم بتاعها اقرب للايه للديفورمتي من الاكسترنال فيكسيتور، وهي تعتبر دايركت ريدكشن وستابيلايزيشن، واللينب بتاع الريزيستنس بتاعها هيبقى اقوى لانها ماتش مور كلوزر تو ذا سايت اوف ذا ديفورمتي. التكنيكس اللي احنا شرحناها دي كلها اوت كنترول روتيشن كوايت ويل، بس مش بتكنترول الفيرتيكال ديسبيسمنت از ماتش از كنترولينج ذا روتيشنال ديفورميتيز.
عشان كده احنا بدأ في تكنيكس تيفولف جديدة زي السباينو فالفيت فيكسيشن. يا جماعة ما نستهونش بالانتيريو فيكسيشن. انتيريو فيكسيشن بيبروتكت البوستيريو فيكسيشن. فاكرين التايل تايل ستادي اللي عملها وقال لحضراتكم لا ده احنا ما مش بوستيريو الدنيا مش بوستيريو سيجمنت بس بوستيريو سيجمنت 60% الانتيريو سيجمنت 40% من الاستابيلايزيشن. ما بنشوفش شريحه خرمين غير قلما او نظر ان احنا نقول ان احنا بس نحط مسمار بروكسيمال مسمار ديستال في اي فراكتشر لاين مش بيبقى ميكانيكالي ساوند قوي في الفراكتشرز اوف ذا بلفس. الليترو جريد سكروز فيها فيلير على انتي جريد سكروز. الانتي جريد سكروز عشان الهولد بتاعتها اكبر والليفر ارم بتاعتها اكبر بتبقى ماتش مور ميكانيكالي ساوند عن الريترو جريد سكروز. لما نيجي نتكلم على البوستيريور بلفيك فيكسيشن الاوبشنز اللي متاحه بالنسبه لنا في البوستيريور بلفيك فيكسيشن احنا نستخدم سنجل سيكرو ايليكس او نستخدم مالتيبل سيكرو ايليكس زي ما اتفقنا ايه الحاجات اللي ممكن نحطها في اس 1 اس 2 او لو احنا هنستخدم اللور سيجمنت فيكسيشن هنستخدمها ازاي دايركت حاجه. لا احنا ممكن نستخدم دبل بليت زي اللي اتفقنا عليها في الانتيريور ابروتش و40 درجه على الاقل ما بينهم الاثنين او الترانس ايديك بليت بتاعت السيكرو فراكتشر اللي احنا بنثبت الشريحه من ناحيه ونستقبلها من الناحيه الثانيه نعملها فيكسيشن في الايديك بسيو ايديك او ان احنا نستخدم شريحه او سيكرو ايديك سكرو في حالات كتير السيكرو فراكتشر سيكرو ايديك. بس ناخد بالنا يا جماعه ان احنا لازم يعني نستخدم زي ما اتفقنا في اول كلمه مالتي بلانر فيكسيشن ماتش بور باتر يعني سنجل سيكرو ايديك سكرو يعني ميكانيكالي مش ساوند لازم نستخدم حاجه تكون اقوى شويه او ان انت تبروتكت ذات سيكرو ايليكس كوب ايه لازم بقى انتيرير فيكسيشن. يبقى النقطه دي مهمه ودي مبنيه على المعلومات اللي احنا قعدنا نتعامل حضراتكم فيها في المحاضرات السابقه. لما نيجي نتكلم على اللامبو سيكرال ديسوسيشن ده بقى في الحاله دي اللي هي الواي او الاتش او يو شيب فراكتشر سيكرال بتبقى مزنوقين جدا 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 في اللامبو سيكرال ايه فيكسيشن لان هو ده بيبقى ايه بيكونترول مش بس الروتيشنال ديفورميتي لا كمان بيكونترول الفيرتيكال ديسبيسمنت. ماذا تتوقعوا من الفراكتشر فالفس فيكسيشن؟ الليتريتشر بتقول لنا ايه عن النتائج بتاعه الفراكتشر فالفس بعد ما احنا بنثبت ونتعب ونعمل ريدكشن ونعمل المجهود القارف ده كله؟ لا تيك كير حتى بالرغم ان انت ممكن عامل ميكانيكال ساوند فيكسيشن العيان برضك ممكن يشتري شيكي من بين في البوستيريور سيجمنت وهو بياخد حوالي سنه للفول ريكفري فروم ساتش فيجرس او فايلنت انجوريس سيتويشن. فانت ما تستعجلش على العيان بتاعك ابدا وبالعكس لا تقبل منه بعض الشكوى الى حد ما حتى لو انت الاشعه بتاعتك درجه اولى ساعات كثيره في بعض العيانين بتوعنا بيبقى فيه سام سورت اوف ريزيديوال بين وبيتحسن مع الوقت. تفتكر ان للاسف معظم النيورولوجيكال انسنس اللي بتحصل مع الفراكتشر بلفس مش بيحصل لها كومبليت ريكفري ويبقى دي للاسف من الحاجات اللي بتخلي البريدكتور بتاعنا او ساتسفاكتوري اندكس بعد الفراكتشر بلفس للاسف بيبقى انفيرو شويه عن اي حاجه ثانيه. السيكرو ايلياك ديسلوكيشن تاخدوا بالكم منه كويس قوي قوي لان هو مش توليرنت اتول للريزيديوال ديسبيسمنت. كل ما بقى فيه displacement للأسف بيبقى فيه residual complaint و residual deformity و residual functional affection. sacral fracture لا sacral fracture فيها tolerability أكتر للإيه؟ للdisplacement. فيش parameters واضحة ليش معنى ده مش ده ما إن شكل deformity في الآخر بتبقى تقريبا متقارب. الانجري سيفيريتي سكور مش كورليتد اكتر للفانكشنال اوت كوم الريدكشن هو الكورليتد اكتر للفانكشنال اوت كوم. البوينتس اللي احنا رجعناها مع بعض دي زي ما تقول حضرتك سمرايزيشن للباي ميكانكس اوف فيكسيشن واهميه الباي ميكانكس اوف فيكسيشن والاوت كوم دي نقطه مهمه جدا ان احنا اوير بيها عشان خاطر ما نحبطش بعد ما نعمل الريدكشن بتاعنا والتولز بتاعتنا والكميه الاكسبنسز اللي احنا عملناها دي كلها ونلاقي في سام سورت اوف كومبلين وفي نفس الوقت كلمه الاوت كوم دي بتساعدنا ان احنا نادوبت حاجات معينه مثلا في السيكرو ايديك جوينت ريدكشن. لا خد بالك ان الحاجات دي كلها هتاثر على الفاينل اوت كوم بتاعك ما تتهاونش في انك انت ترجع جوينت في مكانه بطريقه كين حتى لو انت اخذت وقت اطول او ان انت عملت ريفيجن
انت اوبريتيف لحاجه انت كنت عملتها اوريدي. تيك هوم مسج ودي اخر حاجه ان شاء الله هنتكلم فيها المره دي باذن الله لان هي محاضره قويه فعلا, وهنأجل موضوع الديسكشن فور نيكست تايم باذن الله رب العالمين. التريتمنت بتاعنا في الفراكتشر بلفس يعتمد بالدرجه الاولى والثانيه والاخيره على الاندرستاندينج, الكومبليت اندرستاندينج واويرنس للبلفك رينج انستابيليتي, الديسبيسمنت, الاسوشيتد انجريز, الفراكتشر باترن, الجوريس ميكانيزم اوف انسل. كل ده في الاخر هو ده اللي بيحدد لك انت هتمشي في اي اتجاه والبلان بتاعتك هتبقى شكلها ايه. سيرجيكال تكنيك عماله بتيفولف لان زي ما حضراتكم شفتوا في خلال الرحله الجميله بتاعتنا في الفتره اللي فاتت دي مع الديفرنت موداليتيز, ان كل موداليتي ليها فايده وليها اهميه وليها دور, بس في الاخر خالص كل حاجه بتؤدي لفوائد معينه بس فيها بعض الدروباكس. بشكر لحضراتكم صبركم وان حضراتكم استمريتوا معانا في خلال الرحله اللطيفه دي مع الديفرنت تايبس اوف او باترنز اوف فراكتشر بلفس. بدأنا من فترة شوية مش بعيدة نتكلم على pelvic fracture as emergency situation, بعدين بدأنا نعمل evaluation pelvic fracture, وبعد كده بدأنا build up management عن طريق الأول إن احنا fix up concepts معينة مهمة بالنسبة لنا. ساعدنا كتير على إن احنا نفهم الخطوات اللي احنا هنتكلم اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة في المحاضرة بتاعت المانجمنت. بعد كده اتكلمنا على المانجمنت, ايه الحاجات اللي بتاثر علينا, الانستابيليتي والدون اوبريتيف تكنيكس والاوبريتيف تكنيكس, وايه الفرق ما بين كل حاجه والثانيه, وازاي ندرس الانتيريو انستابيليتي وازاي ندرس البوستيريو انستابيليتي, وفي الاخر خالص اتكلمنا على البايوميكانكس اوف فيكسيشن محتاجين ايه عشان نحل بيه ايه ويبقى فعلا حقيقي وساوند. قلنا الاوتكم بتاع الفراكتشر بلفس ايه لازم نتوقع بعد هذه الرحله الطويله من علاج الكسور الحوض المختلفه, واتفقنا في الاخر ان احنا محتاجين كومبليت امبريهنسيف سيت. اسال حضرتك على حاجتين, اولا الدرابنج بتاع العيان ده الفراكتشر بلفس الدرابنج بتاعه هيبقى ازاي, يعني هل نعمل درابنج نعقم كل الرجل ولا نعقم جزء اللي هنشتغل فيه بس, ولا القصة تبقى ماشية ازاي, ادي اول حاجة. تاني حاجة البوست اوبريتيف ويت بير امتى مش امتى كده يعني. اتفضل. ما شاء الله ده سؤال مهم جدا, احنا هندراب العيان فين؟ طبعا احنا لما جينا اتكلمنا لقينا ان احنا عندنا تولز مختلفة لان احنا نعمل بيها الريدكشن, اهم حاجة فيها التراكشن. فاذا انت لما تيجي تدراب العيان بتعتمد على الفراكشر باترن بتاعك. حضرتك دلوقتي عندك يونيلاترال انسلت يبقى انت هتدراب من اباف الامبلايكس من عند الزيف ستيرنر لغايه تدراب لغايه الميد تاي. طيب بس لا, الناحيه بقى اللي فيها انسلت لازم تكمبليت تعمل درابنج كومبليتلي للليمب اللي في الناحيه اللي فيها الانسلت تدراب كومبليتلي, يبقى دراب فري. دراب فري ليه؟ عشان خاطر ده واحد من التولز اللي حضرتك هتحتاجها وانت بتشتغل, ده واحد من الاماكن اللي حضرتك ممكن تعمل عليها تراكشن, سواء حضرتك هتحط بين سواء حضرتك هتستخدم المانيوال فورس في التراكشن. فدي نقطه مهمه جدا جدا, يعني انت في درابنج بالنسبه لك هيبقى بيزك ان انت هتدراب من زيف ستيرنم لغايه الميد ثاي على الكونترا لاترال سايد, انما بالنسبه للابسي لاترال سايد الليمب كله لازم يبقى دراب فري عشان انت هتستخدم الليمب ده بالنسبه لك كريدكشن تول. ما تضحيش بيه ابدا ان هو يبقى تحت الفرش وحضرتك مش عارف تعمل الريدكشن بتاعها. تمام. بالنسبه للفيزيو يعني بوست اوبريتيف بروتوكول حضرتك بتحب ايه؟ بوست اوبريتيف بروتوكول هيعتمد على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الباترن اوف فراكتشر, هو ده اللي مغلبنا طول المحاضرات اللي فاتت دي اللي مغلبنا الباترن اوف فراكتشر والاماونت اوف انستابيليتي والفيكسيشن اللي انت حضرتك عملته وانت ادوبتنج طبعا انك انت تعمل ثارا فيكسيشن, بس انت بعد ما عملت العمليه اخبار الفيكسيشن بتاعك هاو ماتش ميكانيكالي ساوند. لو العيان ده ميكانيكالي ساوند فيكسيشن يبقى انت بتتكلم انت حضرتك في يونيلاترال بلفيك فراكشر بتتكلم في 4 لـ 6 اسابيع, طب وفي بايلاترال بلفيك فراكشر بتتكلم من 8 لـ 10 اسابيع, خد بال حضرتك. انما في حالات كتيره زي ما احنا اتفقنا ان انت ممكن بتصل مثلا ان انت تحط اكسترنال فيكسيتور مش بتحط انتيريور بليتنج, واخد بال حضرتك, ممكن تحط له بيركوتينيوس كلوز
ممكن تحط له سينجل سيكرو إليك سكرو مش قادر تحط له سيكرو إليك سكرو تاني، او مش قادر تفتح تحط بليت وسكرو يعني فاهم. في حاجات ممكن تجبرك ان انت ما تقدرش تعمل الايه كومبليت جوب اللي انت حضرتك ناوي تعملها، وبالتالي انت هتفشل الايه ري اوبريتيف ري بروجرام بوست اوبريتيف على حسب قد ايه ميكانيكال ساوند الباي ميكانكس بقى اللي احنا اتكلمنا عليها باي ميكانكس اوف فيكسيشن قد ايه حضرتك حققتها في البروسيدجرز بتاعتك، هو ده اللي هيحدد بعد كده انت هتخلي عيان يود بير امتى. بات سو ايفر يعني ده نقطه مهمه جدا جدا احنا قلناها في واحده من السلايدز، وات سو ايفر فيكسيشن حضرتك تعمله اكيد حضرتك ادوبتنج ان عيان على الاقل يموبيلايز ايميديت بوسبل، دي اقل حاجه تقدر توصل لها. انما انت ما بتعملش عمليه عشان عيان يفضل بيد ريدن في السرير بعد العمليه اللي حضرتك عملتها، لا ده في الحاله دي الفيكسيشن از نوت اكسبت. يعني يبتدي ويت بير مثلا اسبوع ولا دي على حسب يعني كل حاجه مختلفه. لان انت عندك يونيتال بيلفيك فيكسيشن انت بتتكلم في ليميت من 4 لـ6 اسابيع في البويت بيرنج ستارت بارشل ويت بيرنج. انت بايلاترال بيلفيك فيكسيشن بتتكلم من 8 لـ10 اسابيع بارشل ويت بيرنج مع ميكانيكال ساوند فيكسيشن. بالنسبه بقى في افندم دكتور محمد سامعني كده يا دكتور محمد؟ سامع اتفضل. بقول لحضرتك دلوقتي لا يعني اولا هل ينفع اشتغل عيان فراكشر بيلفيس وانا مش في مستشفى او ما جنبيش فاسكولار سيرجن، ولا يعني السؤال ده برضو يعني بعض ممكن تبقى حالات في حتة ما يبقاش فيها فاسكولار سيرجن اصلا، فهل ده سيف؟ والدم اللي حضره قد ايه بالظبط؟ ضمن الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في الاول خالص 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 ان احنا في البري اوبريتيف بلاننج ان انت مش شغال لوحدك، انت شغال معاك ديفرنت سبيشالست ديفرنت سبيشاليتي موجوده معاك. مش شرط وانت شغال يكون معاك فاسكولار سيرجن بس المستشفى فيها باك اب فاسكولار سيرجن، يعني واخد بال حضرتك؟ يعني مش شرط يكون يعني معاك اون تيبل، لا مش شرط، بس هو انت معاك باك اب ان انت وقت ونيفر ان انت احتجت فاسكولار سيرجن هيبقى فيها انكول فاسكولار. بردك لازم المستشفى فيه اي سي يو، ولازم زي ما اتفقنا البري اوبريتيف بلاننج لازم يبقى في حاجات معينه متحضره في المستشفى قبل ما حضرتك تبدا تعمل بلفيك فراكشر. طيب وقد ايه بلاد هيحتاجه العيان؟ احنا اتفقنا من زمان في موضوع البلفس از ايمرجنسي ان انت اتفقت ان انت في الانتر بوستيريو كومبريشن انت ممكن توصل بالعيان ان انت تحتاج اكتر من 12 وحده دم بالنسبه للعيان بير انسل، وانت محتاج قد ايه في العمليه على حسب انت هتدوبت اوبن ولا كلوز تكنيكس، بس اتليست يكون معاك 2 يونتس اوف بلاد متحضرين بري اوبريتيف. انت ممكن تشتغل عين كله بيركوتينيوس بس ما تحتاجش تعمل دم خالص، بس اتليست ان انت طالما داخل فراكشر بلفس يبقى اتليست معاك 2 يونتس اوف بلاد ريزيرفد فور ساتش ان اوبريشن. وبعدين مفيش حاجه اسمها بيركوتينيوس فقط، لا انت بتبقى متحضر البيركوتينيوس تحضر ان انت ممكن تفتح اوبن في اي فاين حتى لو عملتها في الاخر كلها بيركوتينيوس. تمام يا فندم. طيب في سؤال على 40 years old male had crescent fracture 1 month ago يتثبت ولا لا؟ لا ما احنا اتفقنا يا جماعه في حاجه اسمها delayed reconstruction، وانت عندك deformity ما عندكش deformity stable ولا مش stable، اخبار حضرتك كل الحاجات دي مهمه، البلفك سيمتريسي اخبارها ايه؟ لو الحاجات دي ما اتحققتش انت هتعمل له delayed reconstruction. بس هو السؤال 40 years old هل في مشكله ميديكال هي اللي اخرته؟ ايه المشكله اللي خليته يتاخر؟ دي بوينت اوف فيو لان دي بيشنت ريليتد فاكتورز. طيب هو اتاخر مثلا عشان كان في اي سي يو، انت متوقع ان هو مثلا يكون في مثلا بيت سورس سكين كومبليكيشن، ان هو اتاخر هو مثلا عامل كولوستومي انت هتفكر في الديسيجن بتاعك ازاي، هو اتاخر مثلا عامل سوبر بيبي سيستو كاب عامل بلادر ريكونستراكشن عامل انترا ابدومينال سيرجري، ايه اللي اخره شهر؟ اخبار حضرتك السؤال هنا ايه البيشنت ريليتد فاكتور اللي خليته يقعد شهر؟ هتغير اتجاهك في التفكير؟ طبعا هتغير اتجاهك في التفكير. طب هو العيان محتاج ريكونستراكشن ولا مش محتاج ريكونستراكشن؟ على حسب هو عنده ديفورمتي ولا ما عندوش ديفورمتي، حسب ستيبل ولا مش ستيبل، على حسب البلفك سيمتريسي موجوده ولا عنده اسيمتريك بلفس. اخبار حضرتك انما في انتيتي في البلفس اسمها ديلايد ريكونستراكشن، احنا فعلا ده عيان مختلف عن بقيه العيانين، احنا متوقعين ان عنده حاجات غير بقيه العيانين، والماب بتاعه العيان ده لازم تبقى فيها
حاطط في دماغك انك انت لازم انت كدكتور عظم تفكر بطريقه غير، يعني تفكر بطريقه غير ان انت دكتور عظم. لما تيجي تتعامل مع بالف فراكتشر حاول تفكر بغير ان انت دكتور عظم، يعني انت هتدرس البروبلم دي وهتدرس بروبلمز ثانيه غير مشكله الفراكتشر بالفس، لازم تبقى اوير بيها لان هتاثر على قرارك بطريقه مباشره. اوكي الاس 1 ساكرال بوينت اوف انتري، الاس 1 سكرو يعني بوينت اوف انتري بيبقى فين بالظبط؟ سيكرال سكرو بوينت اوف انتري انت بتبص على الاليا كوندنسيشن في لاتر سيكرال فيو، بتطلع انتير شويه في الاليا كوندنسيشن، يعني انت ما بتبقاش بوستيريور زي ما بتكون بتحط سيكرال ايليا سكرو. تمام، بعد ما تحدد البوينت اوف انتري بتاعتك بتتشيك تاني بالفلوروسكوبي على انلت والاوتلت فيو، بحيث ان انت التراجكتوري بتاعك ما يكونش دايركتد انتيريور ان انت تبريتش ثرو ذا انتيريور وول اوف ذا سيكر، لا تخش ميد واي ان ذا بادي اوف ذا سيكر عشان خاطر تقدر تكروس الميد لاين او تبقى حتى رايح ناحيه الكونترا لاترال سايد لو انت بتحط سيكر. طيب بوست اوبرتيف العيان ممكن يقعد في السرير على طول وينام على جنبه ولا لا؟ لو انت حاطط له سيكرس كون؟ لا لا عموما في البلفيك فراكشر. يا جماعه النقطه دي هتعتمد على باترن فراكشر والساوند فيكسيشن، انت لو عامل ساوند فيكسيشن عيان يموبلايز على طول. على طول يعمل كل اللي هو عايزه، لو يستحمل ينام على الجرح ينام على الجرح. بس اعمل له ميكانيكالي ساوند فيكسيشن، الحته بتاعت الباي ميكانكس اوف فيكسيشن دي مهمه جدا. مهمه جدا، هي شويه كلمات عاملين زي الرصاص. بس هو الكلمات دي هي تعبير عن كل اللي احنا قلناه في المحاضرات اللي حضراتكم زهقتوا مني فيها دي، لان هي دي في الاخر هتحدد ان عيان ده ميكانيكالي ساوند يقدر يعمل اللي هو عايزه كله، بس مش هيويت بير غير لما يبقى في ساوند يونيون. انما لو ميكانيكالي مش ساوند او انت حضرتك عامل اندر اوبتيمال فيكسيشن، لا في الحاله دي بقى فكر ايه العيان عايز تحطه في شده ومش عايز تحطه في عين بيتثبته وتحطه في التراكشن، يعني فلا يعني اتليست ان انت عشان تبقى مقتنع ان انت عملت العيان حاجه في العمليه بتاعت الفيكسيشن ان عيان ايميديتلي ايموبيلايز العمليه، عيان ايميديت موبيلايز بعد ما عمل العمليه ان شاء الله. تمام يا فندم. طيب في سؤال سامعني في سؤال بيقول any vertical shear fracture or vertical fracture sacrum with avulsion of L5 transverse process هل هو indicated for spinal pelvic fixation؟ لو معاه shear fracture بلفس او معاه U shape او معاه ال Y shape الباترن اللي هو بيشيت البلفس تماما من السباين من السكر. اما لو مجرد بس يونيلاترال فراكتشر فيرتيكال شير فراكتشر وسيكرم مكسور مثلا دينس تايب 2 مثلا او دينس تايب 1 مثلا، لا انا ممكن اعمل له فيكسيشن مش شرط سباينال بلفيك فيكسيشن، انا ممكن اعمل له اثنين سيكرال سكروز في اس 1 واس 2 اعمل له بروتكشن بالانتيرو فيكسيشن بتاعنا واخد بال حضراتكم خلاص اتس ميكانيكال ساوند اتس نايس ومش محتاج ان انا اعمل له سباينال بلفيك فيكسيشن، او ممكن ان انا استخدم له سباينال بلفيك فيكسيشن يونيلاترال، يعني انا اعمل لامبو سيكرال فيكسيشن يونيلاترال مش بشرط بايلاترال، او اعمل يونيلاترال سباينال بلفيك فيكسيشن مع سيكرال سكرو. مش شرط ان انا اعمل بايلاترال سباينال بلفيك فيكسيشن عشان خاطر فيرتيكال شير، لا فيرتيكال شير ممكن اثبته بكذا حاجه، انما لو فيرتيكال شير نتيجه سباينال بلفيك ديسوسيشن، ديسوسيشن يعني البلفيس بقى ما فيش اي كونكشن خالص، لا في الحاله دي لا انا هعمل سباينال بلفيك فيكسيشن واعمل بقى كمان مع السباينال بلفيك فيكسيشن اللي هو بنسميه الاليو ايليال فيكسيشن او اللي احنا عملناه شفناه بالترانس ايليال بليت او ان احنا نستخدم السباينال سيستم فيكسيشن اللي هي الديكرو سكروز يعني.